هنقول من البداية، هنراجع كده الايه اللي هو دي، ده اللقاء رقم 40، يعني اخر لقاء في الليفل الثاني من ايه، من التايتل بتاعنا اللي هو ايه، رود ماب تو بي انترناشونال بروجكت مانجر. واحنا شفنا ادي الباشمهندس مجاهد بفضل الله سبحانه وتعالى، هو يعني ايه ده، يعني الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله يعني كلنا نبقى زيه يعني ان شاء الله باذن الله تعالى. تلافي واصلاح فساد شركات المقاولات، دي ده كان اخر موضوع في الليفل الثاني. طبعا الكلام ده انتوا عدينا عليه، الاجنده كانت مقدمه وبعدين انواع الفساد، وبعدين الفساد غير المقصود والفساد المقصود، وبعدين التعامل مع انواع الفساد المختلفه، التعامل مع الفساد غير المقصود، وبعدين التعامل مع الفساد المقصود، وبعدين اداره مشروع بقى، يعني احنا اعتبرنا الفساد احنا بنحدده وبعدين بنعمل مشروع التعامل معاه، فبيبقى التخطيط والبلاننج، وبعدين الاورجنايزنج، وبعدين الليدنج، وبعدين ايه الكنترول. يعني ده اللي هو المشروع اللي هو احنا المشروع بتاعنا بتاع اللقاء ده ايه، اللي هو كيفيه القضاء او التحكم في ايه، في الفساد او الغاء او الى اخره. ده المشروع بتاعنا اللي احنا ايه، يعني بعد ما استعرض انواع الفساد المقصود وغير المقصود وتاثيره الى اخره. اتكلمنا في مقدمه القطاع المقاولات ده، يعني هو وبيزكلي ده على فكره القطاع الكونستراكشن عموما، بس هو قطاع المقاولات اكثر قطاع في 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 الكلام ده، يعني هو ايه، هو قطاع مهم جدا. يعني احنا ممكن نقول لو علم الاداره ده اتعمل لقطاع المقاولات بس او قطاع يبقى كويس قوي، لان هو اكثر قطاع فيه. طبعا مش هنتكلم على القطاع بتاع الصواريخ وبتاع الحاجات اللي بتطلع القمر وبتطلع مشتري وكل حاجات المشروعات الكبيره قوي دي، يعني دي طبعا دي حاجات يعني، بس هو بنفس الفيزز بنفس السيستمز بنفس كل حاجه. لكن الكونستراكشن في اكتيفيتيز كتير قوي، في كومبلكسيتي كتير قوي، في خلاص. طيب دي المقدمه اللي احنا اتكلمنا عليها، وبعدين انواع الفساد قلنا في نوعين، نوع غير مقصود ونوع مقصود. واحيانا بيبقى الغير مقصود بيبقى يعني ايه اوحش من المقصود، يعني المقصود هو بيبقى عارف وبيبقى ايه حذر ان هو ايه، ما الدنيا ما تبص منه، لكن الغير مقصود ده بيبقى يعني ايه، يعني ما مش حاسس ان عنده مشكله يعني. طيب احنا قلنا هما ثلاث انواع من الفساد، في الفساد الفني غير المقصود، وقلنا انواعه تعرفناها، وبعدين الفساد الاداري برضه غير المقصود، كلمة على انواعه. بعدين دخلنا على الفساد ايه، الفساد المالي ده الحكايه، كنت ماشي كويس. طيب الفساد المالي غير المقصود برضه، اللي هو برضه في نوع حاجات، يعني ما فيش نظام مالي، ما فيش استعانه بالسيستمز الجديده، ما فيش هيكل مالي، ما فيش تاخر في القروض، الكلام ده كله، دي اللي هي الايه؟ الفساد المالي غير المقصود. بعدين الفساد المالي، الفساد الفني بقى المقصود، اللي هو الثلاث حاجات المقصوده عندنا، فني واداري ومالي. فايه الفساد الفني المقصود ده اللي هو ايه؟ اتكلمنا عليها برضه. في الاداري اللي قبلها الفساد غير المقصود، الفساد الاداري المقصود، وبعدين الفساد الايه المالي غير المقصود. كان في دايما زمان قوي كان في حاجه كان بيقولوا ايه، كان بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا شايفين كده الدنيا مظبوط. ايوه مظبوط. طيب كان دايما يقول ايه، والله يعني استغفر الله، يعني ان انا اما يبقى عندي مدير حرامي وبيكسبني احسن من مدير شريف وبيخسرني. طب هو طب ليه يبقى حرامي ويكسبك وشريف؟ طب يبقى شريف ويكسبك، يعني ايه؟ يعني دي دايما كلمه يعني ايه كنا بنسمعها واحنا صغيرين، وانا يعني طول عمري برفضها، يعني برفضها من واحنا بشركه مهندسين من قبل ما نشتغل، يعني لازم يبقى شريف ويبقى عارف ربنا كويس قوي وما يقبلش اي حاجه حرام،
وبكسر اللي انا استعملني على الشغل، ودي طبعا دي بتبقى ايه؟ طيب قلنا الفساد المقصود اهو، بعدين التعامل مع انواع الفساد المختلفه. التعامل بقى مع ايه؟ التعامل مع انواع الفساد المختلفه، المقصود غير المقصود، اتوقع التعامل مع العناصر المختلفه، انتاج قوه بشريه وبيئه، بيئه انتاج والانظمه والاجراءات الخاصه بها. سيتم ذلك في التعامل مع هذا الموضوع كمشروع خاص واستخدام وظائف المشروع للتخطيط وتنظيم القرار المرة. التعامل مع الفساد الفني غير المقصود بيكون ازاي بقى؟ بندرب كل القائمين على العمل، وبنعرفهم انك يعني مش شطاره ان انت تعيش من غير ما تبقى عارف، ومن غير ما تنتظم، ومن غير ما ترفع مستواك، ومن غير لازم يعني زي ما الباشمهندس قال ان احنا لازم نهتم بنفسنا، وان احنا نفسنا مشروع. يعني انا مشروع في ايد نفسي، لازم ان انا اتطور كل يوم، وازود معلوماتي كل يوم، واصلح نفسي كل يوم، واعرف اخر تطورات ايه في كل حاجه كل يوم. لازم ما فيش حاجه في الدنيا واقفه في مكانها. وده سؤال انا يعني في اول مره اديت المعارضه بتاعت التشينج مانجمنت السعوديه، ربنا الهمني، قلت لهم اتحدى وما زلت بتحدى حد يقول لي ان ربنا خلق حاجه ساكنه. مفيش حاجه ساكنه، مفيش اي حاجه ساكنه، ربنا خلقش اي حاجه ساكنه. طيب ربط الترقيات والعوائد بالتقييم الفني، زرع الثقه في الشباب، حصول على استفاده باخواتهم ورؤسائهم وتدريبهم على الاندماج في تنظيم الشركه، تطوير مستمر لنظم البناء، انشاء مكتب فني قوي مع خبرات كثيره، عمل هيكل تنظيم للشركه. يعني انا يعني زرت شركات كثيره جدا جدا، شركات بالعشرة ادوار في 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 فمش عايز اقول في اي بلد، يعني حقيقه يعني شركات كبيره جدا، بتدخل تقول لهم يعني طالبينك عشان ان انت تظبط لهم السيستم، تعمل لهم ري انجينيرنج، وتظبط الهيكل التنظيم، وتظبط نظام الشركه. لان الفرق على فكره، الفرق بين اي شركه عايزه تشتغل صح وان هي شغاله كل شيء كان وبتخسر، او ما عايز تكلمه بتخسر برضه، هم بيفهموها غلط. يعني انت لما بتخسر، سي ان انت كسبت 10% في مشروع، انت مش عرفك ان انت ما كملتش ممكن تكسب 30%. لو انت عملت كوست كنترول او كوست مانجمنت في شغلك، هتعرف ان انت كان المفروض تكسب 30، بس انت بقى لك ما قدرتش صح، خسرت. عشان كده كان دايما المقاولين زمان، اكيد في دلوقتي برضه لازم يقسم ان هو خسران. ليه؟ لانه عمل حساب انه هيكسب مثلا 20 25%، وكان في الاخر مصفى نفسه لها ايه 15%، فتبقى بالنسبه له خسرانه، ويقسم انها خسرانه. ودي احد الايه يعني الاقسام اللي الناس، يعني تلاقي واحد اخذ مشروع ولا حاجه، واشترى بيت جديد، واتجوز جوازه جديده، وجاب عربيه وكل حاجه اخرى، ويقسم لك انها خسران. هي يعني فعلا خسران عن اللي كان ايه متوقعه، لكن هو ما عملش، وهي كان ممكن تكسب المكسب اللي بيقوله، لكن هو ما عملش الخطط، وما عملش الاجراءات، وما عملش حاجات اللي هي تكسبه المكسب اللي هو كان ايه بيتمناه. طيب تعامل الفساد الاداري غير المقصود بقى، يبقى فيه نظام اداري واضح، كل واحد عارف حدوده يمين وشمال، الهيكل الاداري للشركه يبقى واضح، ومحطوط كل واحد في مكانه الصح، وبخبراته الصح، بامكانياته الصح. دلوقتي برضه في اي ار بي سيستم، انتربرايز ريسورس بلاننج، ده من زمان، ده طبعا بيضيع بيلغي فساد كتير. يعني اي حته ما فيهاش نظام علمي مظبوط وصح، ده بيؤدي بيها لان الفساد يفضل فيها ويستشر فيها وما تتقدمش وما تنجحش. ده احد الاسباب الرئيسيه يعني. فبعد كده تلافي تركيز السلطات في ايد واحده، ونشر ثقافه تفوض السلطات المستويات الاقل. يعني تلاقي واحد مثلا مدير اداري، وبرده كل اللي معاه هو اللي بيبقى عامل لهم كل حاجه. يعني الفكره في الهورزونتال ماتريكس اللي قلنا، هو يعني اسوء انواع الماتريكس، اللي هو تلاقي رئيس مدير المشروع او مدير الشركه او مدير بتاع، من اول القهوه والشاي ونظافه المكتب لغايه يعني البنوك، كل حاجه في ايده. لا يعني دي مش اداره، لان برضه حتى هنقول تعريفات الاداره لما ايه؟ الحصول على النتائج بواسطه الاخرين. يعني انت بتفكر وبتعمل بلان، وبتجيب بتعمل بتجيب تيم ليك، وكل واحد في التيم له شغل وله مسؤوليات، وانت بتتابع هذا الكلام، وايه والنتيجه النهائيه في الاخر بتبقى ايه؟ بتاعت الشركه كلها والمكان كلها والمشروع كله.
تعرف رئيس التصوير واحده، ما يبقاش واحد بس يديله كل حاجه، لازم تبقى في تفويض، تفويض من لغايه يعني العامل. لو انا هنزل واحد عامل او اثنين عمال يحفروا في الارض، معاه تفويض ان هو هيحفر النهارده كذا من كذا كذا متر، مش انا واقف له بقى صفات دي عمال، لا يعني يبقى موضوع الديليجيشن مهم جدا 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 في المانجمنت يعني. طيب محاوله وصول الهيكل الاداري يطبق نظام الهيكل المصفوفه اللي هو الماتريكس اورجانيزيشن، وده وضحه الحقيقه الباشمهندس مجاهد في لانه من الموضوعات الهامه جدا جدا اللي تخليك احسن استخدام للريسورسز، واحسن استخدام للاداره، واحسن استخدام للايه؟ لاي اورجانيزيشن او لاي كوربريت او لاي مشروع. عمل نظام جوده للشركه وتنسيق مشاريع الاجر على الاقل، وده احنا شفنا برضه من الكلام اللي قاله الباشمهندس مجاهد ان هم عملوا شهادات الايزو، يعني هم خلصوا 45000 وخلصوا ال 14000، دي بتاعت السيفتي ودي بتاعت الانفايرمنت، وبيشتغلين دلوقتي على 9000 واحد، ودي الحاجات الهامه جدا 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 يعني. لا برضه ما زي ما قلنا برضه ما زلت بقوله، اللي ما بيعرفش كواليتي طبعا السيستمز دي كواليتي اشورنس، اللي بيقول عليه اللي ما يعرفش كواليتي اشورنس اوعى يقول انا بقى ايه، انا بعرف اداره، لان هي دي الاساس اللي انت عندك سيستم، وانت عندك كومبيتنسز تخليك ايه تدير هذا الكلام. وبرضو انا يعني يعني الكلام اللي قلته للباشمهندس مجاهد المحاضره الثانيه اللي فيها الكومبيتنسز السيستم بتاع الاي بي ام اي اللي هو بيعمل تقدير لايه مدير المشروع نعمله، خلينا نستنى الباشمهندس مجاهد او اللي يقدر يدخل عليهم يحط اليمن نفسه. يعني هم انواع كومبيتنسز هم ثلاثه من كومبيتنسز اللي هي زي ما قلنا 3 بي اللي هي الايه البرسبكتيف والبراكتس والايه والبيبل، ويتعمل تحتها بقى جميع النقاط اللي تحتها، وكل واحد ايه عمل نفسه درجه من 10 وشوف الاخر ايه لحد نصف ده كام يعني. تحديد وصف تنفيذ الاجراءات والتعاملات بالنسبه للعاملين وكل بشكل مباشر حتى تطبيق الجسم ورا وقت المستهدف. وبعدين نخلي بالنا برضو ان اي نظام اداري بيتعمل، اي نظام بيتعمل في اي مكان ده لمصلحه العمل ولمصلحه ايه؟ مالك العمل. يعني ما يجيش واحد صاحب شركه يقول ده ايه؟ يرفض، لان هو بيرفض هو حر. لان كل الكلام ده كله بيتكلم لصالح جميع الناس واولهم صاحب الشركه، لان ما فيش شغل هيقف ابدا على غياب واحد ولا على غياب هو شخصيا. فاللي رافض ان هو يفهم هذا الكلام ورافض يطبق هذا الكلام خلاص ايه زي ما بيقولوا ايه في البلدي يصطفل وهو حر في شركته، وقدام عينيها ناس كتير جدا وقعت بعد ما كان معاها مش عايز اقول مليارات. يعني وقعوا فعلا. فيعني اي لازم حد يعني ايه عاوز يظل في السوق وعاوز يظل في يحافظ على مستواه، مش شطاره انا عملت لي كم مليون ولا كم مليار خلاص قعدت بقى في البيت واروح النادي واتفسح شمال واعمل وعي واعتب نفسي ان انا عشت النجاح. ده كلام يعني مش ايه، كان بيل جيتس بطل شغل وكان علي بابا بطل شغل وجالس كمل شغل، بالعكس هو العمل والاضافه هو ده اللي احنا مأمورين بيه. يعني ان احنا ربنا خلانا اذا قامت الساعه وفي يد احدكم سائل لو صنع رزق فليغرسها، مأمورين ان احنا لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يحين قضائنا ان احنا نفضل نتعلم ونعلم ونضيف تاد فاليو لايه لكل لاي حته او لاي مكان ربنا خلانا وحطتنا فيه. طيب تعامل مع الفساد المالي بقى غير المقصود، عمل نظام مالي ودوره مثاليه عمليه ومطبقه واضحه وقانونيه على الاعمال، تطوير الوسائل ونظم واداره الاداره الماليه لصالح شركات المعاملات، تصميم الهيكل لتنظيم الاداره الماليه باقسامها مختلفه حيث تتلائم وهيش القواعد الماليه، الاهتمام بعمل وقود المشروعات. ما اجيش ابص الاقي مثلا المدير المالي بتاع المشروع او المسؤول المالي بتاع المشروع يقول لك ايه انا هعمل القيود كلها اخر الاسبوع، لا ما ينفعش، القيود دي اول باول. انت قاعد في مشروعك ما تفوتش يوم الغول ما تكون مكمل كل القيود بتاعتك بالنسبه لاي حاجه لاي حاجه ماليه او اي حاجه كوست، لان في شركات يعني شركات كبيره يعني برضه مش هصبر حاجه بالاسم، شكاره الاسمنت اللي بتتفتح دي ما تستفش لما تخلص،
ده من ضمن الاكشن الموجوده في كوست كنترول، ان انت بتتابع الماتيريال وبتتابع المان باور وبتتابع الاكويبمنت وبتتابع المان باور كله، يعني الفور ريسورس بتاعتك الفور ام. ببساطه عندك مان باور ماتيريال ماشينري وماني، انت بتراقب الكلام ده كله اول اخره عشان تعمل كوست كنترول، كل واحده من دول بتكلفك كام. طيب بعد كده تتم الاجراءات الماليه وتوثيقها، في اجراءات ماليه لازم تبقى موجوده وتوثيقها اول باول، ما بيتهاش ما خليهاش، ما اقولش بكره ما اقولش بعده. يعني عاده المشروع اذا كنتش يوميا عندك ريبورت من المخازن، حتى مش ريبورت بالعاملين بس، لا المخازن عندك الموقف بتاعه السطر السطرين الموقف المالي بتاع مشروعك، يعني المفروض اول كل شهر، يعني كل ما كان البيس بتاعتك. وانا عشان كده في دلوقتي اللي هو الايه الاجايل، ان انت بتبقى نوع من ان انت كل البيريود بتاعت الحاجه صغيره. فزي ما قلنا في قطاع المقاولات لازم يبقى عندك اجتماع يومي تقرير يومي، اجتماع اسبوعي تقرير اسبوعي، اجتماع شهري تقرير شهري. تصميم وتنفيذ نوع من مراقبه التكاليف، لازم تعمل كوست كنترول، وده من ضمن الايه؟ احنا اتكلمنا على الكوست مانجمنت، الطريقه اللي انت بتحسب الكوستنج بتاع المشروع من اوله خالص لغايه ايه؟ ما تخلصه وتراقبه والارنر فاليو بقى والكوست ات اند وكم يكون من الاخر. ده كل ده اتكلمنا عليه والحمد لله يعني ايه ماشي الحال. موقف مالي للمشروعات كلنا على حده، ونرجع في مشروع سواء اسبوعي او كذا كذا. النقطه الخارجيه برضه اللي عايز اقولها هنا الايه اللي هو النظام اللي بيقولوا عليه ايه؟ تلبيس طوائي. يعني انا عندي مشكله مثلا، في مشكله ماليه اخد مشروع جديد و و و وايه واخد المقدم بتاعه واخد كام بتاعه الاخر عشان انا عندي مشروع واقع وعايز ايه الحقه. لا يعني المشروع كل مشروع بيبقى على حده، كل مشروع له ميزانيته على حده. لو انا الكاش فلو بتاعي باظ مني لازم اصلحه وذين المشروع، احتجت اخد مشروع تاني يبقى دي بالظبط زي بتكون متسلف من واحد للتاني، وتبقى ضامن ان الكاش فلو بتاع المشروع التاني هيسد لك اللي انت خدته المشروع الاولاني، كانها حاجات ايه اندبندنت. انما كل مشروع لوحده لازم يندرس لوحده، ولازم الكاش فلو بتاعه يندرس لوحده، ولازم الفاينانس بتاعه يندرس، كل حاجه مشروع يونيتي لوحده خالص، حتى لو هو جوه 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 بروجكتس او بروجرام او هو بورتفوليو، هو له وحده لوحده، المشروع ده كسبان خسران لوحده وله السطر بتاعه بتاع الايه الميزانيه بتاعته طول زي ما انت عايز بقى. انا بفضل لو ممكن لو كل يوم يبقى يتعمل الدراسه الفعليه والواقعيه لامكانيات الشركه لتنفيذ اي مشروعات جديده قبل الدخول في اي عطاء للحصول على مشروعات جديده، معمل دراسه مخاطر عمليه قبل الحصول على مشروعات جديده. انا بعمل ريسك مانجمنت، ريسك مانجمنت كان زمان كانوا اللي بيعرفوه محدودين جدا ومحدش يعني ايه بيعتبروه اسرار مائيه والى اخره، انما النهارده ريسك مانجمنت النهارده موجود. لكن نخلي بالنا برضه دراسه الريسك ودي دايما دي ملحوظه ربنا الهمنا بيها برضه، انت ما فيش حاجه اسمها ريسك اوف باد، يعني لو بصيت في انواع الريسك اللي ممكن الناس تتكلم عليها، ناس كتير بتحط هذا الخطا، بتحط ايه؟ سوء الاداره. مسؤول الاداره هو ده مش ريسك، لو عندك سوء اداره انت هتنجح في اي حاجه مش في ريسك بس. فريسك مانجمنت دايما زي ما بنقول احنا اتكلمنا على الانترنال انفايرمنت بتاعت المشروع، واتكلمنا عن الايه المايكرو انفايرمنت والماكرو انفايرمنت. المفروض انت الريسك بتاعك بتحدده طبقا للايه؟ للثلاث انفايرمنت بتوعك، احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. طيب التعامل مع فساد اداري المقصود من خلال مهالي بقى، انا لو عندي سيستم سواء الايزو سواء توتال كواليتي مانجمنت سواء 6 سيجما سواء لين 6 سيجما ككواليتي سيستم في الشركه، عندي 9000 واحد في الشركه اللي هو يعني ده الحد الادنى من رايي، ده الحد الادنى اللي عاوز ينجح ويستمر، ده بيضيع لك الفساد بنسبه 96 97% هسيب 3 4% الايه؟ يعني واحد عينه فارغه واحد كده، وده بيظهر وبيبان بسهوله شديده يعني لو انت عندك نظام. انما ما عندكش نظام بقى كل واحد بيتصرف هتلاقي الدنيا هايصه
وهتلاقي الدنيا ايه مش مظبوطه. توزيع الصلاحيات على مختلف المستويات كانت تصير وعمل بالوقت الموضوع كانت واي حاجه بتتعمل ببروسس. عمر ما هشتري حاجه الا لما يكون عندي 3 اوفرز على الاقل وخلاص. عمري ما هاخد مقاول اسعار كونتراكتور مثلا كده اذا كان بقى اسعار كونتراكتور معايا من زمان وعارفه وعارفه والى اخره ومشغلين مع بعض ومراهين مع بعض. وبرضه لازم يكون معاه برضه دم جديد، لازم يكون معاه، لازم يبقى فيه يعني ايه حركه بالنسبه لايه للحياه. تفوض السلطات من السلطات الاولى للسلطات الاقل. يعني انا مدير عام لازم انا بقى احدد كم واحد يشرب كم كوبايه قهوه ولا كم كوبايه شاي ولا هيجي الساعه كام ويروح الساعه كام. الكلام ده كله كلام بيبقى يعني ايه يعني ما ينفعش مدير عام شركه يتابع مثلا حضور واصراف، ما ينفعش. طيب فتح حدود اتصال بشفافيه من المستويات المختلفه. يعني انا بشتغل مثلا كونستراكشن مانجر مثلا تحت ايدي كل الكونستراكشن انجينيرز بتوع الموقع، معماري انشائي كهرباء ملاحظين مراقبين مساحين والى اخره. مفيش حاجه اسمها لو انا عندي مشكله او اي حاجه وعايز يكلم مدير المشروع ويلكم ويلكم ويلكم. احنا الناس واصلين من نفسنا عارفين بنعمل ايه. فانا ماشي صح وماشي بشكل علمي وبشكل واضح مش كده. الخطوط مفتوحه الا اذا بقى ودي بتحصل بقى لما يعني بيبقى الليفل المستوى الاعلى مش كويس بيسلط عليك بقى الناس دول وما تبقاش عارف. دي مش محتاجه بقى انك ايه يعني يبقى خطوط اتصال شفافيه ومش كفايه انك تفتح خطوط اتصال وبتفاجئ. وشفنا كلام ده كتير قوي ان انت اللي بيشتغل معاك ده او المهندس الصغير اللي بيشتغل معاك بقى ايه بقى العصفوره بتاعت الايه المدير العام او رئيس مجلس الاداره او الى اخره. بس انا عاده بقول لهم يا اخوانا انا ما يهمنيش، يا ريت العصفوره تبقى موجوده بس يا ريت العصفوره توصل الكلام الصح. ولو ما توصل حاجه غلط يجي يبقى المدير بتاعه المدير العام بتاعي او البروجرام مانجر او رئيس مجلس الاداره بتاعي يقول لي يا حسين تعالى انت الفيوم الفلاني عملت كذا كذا والغلط كذا 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 كذا. انا هفرح جدا مش هزعل من اي عصافير لان ياما شفنا عصافير معانا في الشغل وبرضه بيفضلوا ولادنا بيفضلوا حبايبنا عارفين ان هم عصافير للايه المستويات العاليه يعني. طب الزام بالقوانين واللوائح محاسبه اي مخالف لها بصفاء على مستوى التنظيمي. مفيش حاجه اسمها مثلا انا كونستراكشن مانجر يبقى انا ما اتحاسبش. لا ده انت تتحاسب، ده انت تتحاسب على اللي تحت ايدك. يعني اللي تحت ايدك ده انت عامل له ديليجيشن والمسؤوليه تفوض لكن ما لكن ما تنزلش على مسؤوليتي. يعني انا بروجكت مانجر انا مفوض التكنيكال اوفيس مانجر انه يعمل كذا 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 كذا. التكنيكال اوفيس مانجر نجح وبقى كويس بقى نجح له وليا، لو فشل بقى فشل ليا انا كمدير مشروع هو. خلي بالك يعني في الديليجيشن انا مش بعمل ديليجيشن عشان جاب واحد عشان ايه اقول ده فلان ده غلطان، مش حاجه اسمها كده. انا كمدير مشروع عندك المكتب الفني بتاعك مثلا وحش غلط ليه؟ ده مش عشان المكتب الفني مستواه وحش ولا الى اخره. ما انت بتعمل ايه؟ انت كمدير مشروع بتراجع هذا الكلام كله. عشان كده مدير المشروع هي مش مشكله، هي دي بتتاخد بالخبره بتتاخد بالايه بالجديه. انت كمدير المشروع النولج اللي عندك زي ما انت شفته لغايه دلوقتي احنا بقى لنا دلوقتي النهارده هيبقوا 120 ساعه بنتكلم هذا الكلام. كل اللي بنتكلم عليه ان انت كمدير مشروع لازم تبقى عارفه. ما انتش متخصص. ولو كنت متخصص في حته برضه راي المتخصص اللي عندك يعني ده هو زي ما قلت قبل كده انا اسال ماستر بتاعي الهاي رايز. ما كانش لسه حد عارف يعني ايه هاي رايز ولا حد كان موجود اصلا. ولغايه النهارده من فضل الله سبحانه وتعالى من فضل الله سبحانه وتعالى بنطلع وبنبص ونشوف كل حاجه. لو انا معايا مهندس انشائي بنتكلم معاه وبنتفق كل حاجه في اي ميتنج انا ما بتكلمش في انشائي هو اللي بيتكلم كتكنيكال اوفيس. انا اصلا مرة نفس القصه انا اشتغلت بلاننج كتير جدا جدا. كنت بشتغل بالبريمافيرا دي قبل ما تبقى بي 3 ولا تبقى بي 6. كان في حاجه اسمها زمان مش فاكر كان اسمها ايه في التسعينات مش فاكر والله الاسم دلوقتي. بنشتغل عليها بنشتغل بيها مع مغول بنشتغل مانوال كنا بنحسب الفول سبستيوشن باك سبستيوشن مانوال زي ما برضه عملناها في عرض من العروض. ولازم اي مدير مشروع يبقى عارف هذا الكلام. يعني برضه انت كمدير مشروع لازم تبقى عارف كل حاجه انما ما انتش متخصص في كل حاجه تبقى عارف. بيبقى كويس قوي لو انت يعني تبقى فاهم الانبوت بتاع الحاجه دي ايه والاوتبوت ايه والحدود بتاعتها ايه.
وبتدي ديليجيشن بقى اللي عندك، وبتعرف انت بتتابع وبتراقب انت بتعمل ايه. ما احنا بنقول الاداره الحصول على النتائج بواسطه الاخرين، خلاص فانت مسؤول عن الاخرين، لان المفروض ان انت كمدير مشروع انت اخترت التيم بتاعك. يعني الشركات اللي هي الكبيره اللي هي المنظمه اللي فيها اسيستنت في كل الاخر، انا في مشروع مثلا شركه اكس واي زد اللي هي للمقاولات العامه او انترناشونال او اي حاجه، يا فلان تعال انت مدير مشروع خلاص من جوه الشركه. طب ماشي، انا اشتغل معاه قبل كده فلان وعلان وكذا وكذا، خلاص بجيبهم بقى فانا عارف. وبعدين دي مش واسطه، ولا ابن اختي ولا ابن عمي ولا ابن خالتي ولا ابني كان يقول لا، ده اشتغل معايا في مشروعات معينه وعارفني وعارفه، هتلاقي الانتاج بتاعي من اول يوم ماشي. يعني طبعا في الاول خالص دي عشان ايه، في التيم بيلدنج احنا اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا ان هو بيعدي على خمسه فيزز الايه فورمينج وايه تاني مرحله اللي هي الايه فورمينج وستورمينج وبعدين نورمينج وبعدين بيرفورمينج وبعدين الايه الاتشر اللي هي يعني. فانت لما مش حقيقي كل الناس، يعني احنا في فترات العمل ما بين مثلا قطر والامارات والسعوديه والخدمه من اخره، انا كان في ناس كنت باخدها يعني اشتغل معاها في مشروع مثلا في قطر، لو رحت الامارات يجي معايا تعالى وياخد اوفر احسن ويشتغل احسن، هو عرفني وانا عرفته، تلاقينا بنشتغل على طول من كله كونستراكشن مانجر، بروجكت كواليتي مانجر، دوكيمنت كنترولر، سكرتري، الكلام ده كله اهو لاخره. ودي لا تعيبك بس بشرط تكون بشرف. يعني انت مش بتختار ناس عشان حبايبك ولا عشان انت البعيد يعني مش كويس وهيعرفوك مش كويس، لا، الناس محترفين وفاهمينك وعارفينك، فانت من اول يوم مش لاقي نفسك الانتاجيه عندك في المشروع البرفورمانس عاليه جدا خلاص. فتعامل مع فساد اداري المقصود توزيع الصلاحيات، نشر ثقافه تفويض السلطات، فتح اقتصاد شفافية بين الناس، التزام بالقوانين واللوائح ومحاسبة أي مخالف لها بصرف نظر على المستوى التنظيمي. مفيش حاجة اسمها أنا كونستراكشن مانجر ما تتحاسبش، لا، يعني حاسبك على العامل اللي بيشتغل عندك اللي سايب الشغل وعمال بيسجر أو ثلاثة أربعة عمال واقفين، أحاسبه كونستراكشن مانجر مش حاسب المهندس اللي عليهم. هو كونستراكشن مانجر بيبقى صاحي ومفتح للناس دي في التكنيكال أوفيس، المفروض إن في شغل معين هو من التكنيك اوفيس بس، هو مدني معماري الكتروكات اي حاجه مسؤول عن اللي تحت ايده، هو اللي بيتابعه، هو الريسبونسبيلتي بتاعته. يعني في الاخر انا كبرودكت مانجر ما حدش هيسال على، مش يعني عيب قوي، مش عيب وخطا جسيم ان انا ماسك مدير مشروع ما اعرفش المشروع مثلا مع التوب مانجمنت اقول لهم اصل المكتب الفني عندي تعبان، اصل الكونستراكشن مانجمنت عندي تعبان، انت وانت بتعمل ايه يا باشا؟ التعبان عندك يتصلحه يتغيروا يتحسنوا يتشوف لك فريق فيه. انت مانجر، وانت الناس دول كلهم ديليجيتد منك، انت اللي بتشغله، دي مسؤوليتك كمدير مشروع. مش المسؤول مش انت بقى مش تعمله. يعني زي ما كان زمان كان لنا واحد اخونا وصديقنا ممتاز يقول لك انا عندي المهندس في الموقع حاطط له حتتين جزء زي الحصان اللي اعمله له يمشي عليه، لا، يعني يبقى انت السيستم بتاعك مفهوم، انت مدير مشروع فاهم يعني اداره مشروعات، عندك سيستم شغال جواه، معاك طاقم انت مختار وعارف اول ما اخد ايه وبتعمل ديليجيشن وبتاخد الشغل صح. طيب في سيستم دلوقتي ما شاء الله، يعني الاي ار بي انتربرايز ريسورس بلاننج في سنه 2016، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على بشير النذير، 2005 2006 كان اي ار بي لسه طالع، كان 11 12 مديول، كان بيتكلف اعتقد 500,000 دولار، كان قيمه عاليه جدا. النهارده الاي ار بي منه كتير جدا موجود على النت، تاخده وتشغله، موجود ممكن تاخده بفيش شهري، شركات كتيره بتعمله. فالحاجات دي سهلت الحاجات دي كلها، اذا انت مش عارف او ما طبقتهاش او الى اخره، دي بتطلع، يعني دي بتقلل لك الفساد جدا. الشغل بيبقى معروف عندك زي ما قلنا، مدير نظيف، سيستم واضح ونظيف، هتلاقي الفساد عندك اللي هو
المقصود والغير مقصود اتحدد جدا 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 وتصلح. التزام بالقانون واللوائح حصل اي مخالفه لها بسبب التوظيف قلنا نشر ثقافه التطوير والتغيير وتشجيع رؤوس الاقسام على المشاركه بل واقتراح انظمه التطوير والتغيير حتى انهم اسباب انهم اصحاب النظام المسلم صحيح. اللي اشتغل في الكواليتي يعني لو الباشمهندس مجاهد مثلا في شركته بيعمل له الايزو 9001 هتلاقي كل واحد اللي هو بيسموه الاونر اوف ذا بروسيدجر. يعني انا مثلا كونستراكشن مانجر خلينا نتكلم سبيسيفيك اكتر مثلا ايه لان الايزو بنعمله للشركه الكيو اي كيو سي مانجر بتاع الشركه هو صاحب البروسيدجرز بتاعت ايه؟ بتاعت الكيو اي كيو سي فهو مشارك فيها ومراجعها ومؤكدها وموقع عليها ده مالك البروسيدجر يبقى في جوه السيستم بتاع الشركه كل واحد له مالك لها يعني البروسيدجرز بتاع السيفتي نفس القصه بتاع الانفايرمنت نفس القصه التزام بالقانون العام حتى لو كان بصراحه على المستوى التنظيمي نشر تطوير التغيير ان احنا كل واحد فينا يعني كل شركه ما فيش شركه في العالم شركه عايزه تبقى شركه وتظل شركه وتعيش تعيش ايترنال لايف ايترنال لايف انا شفت حق الناس كده ايترنال يعني دي شركات مش هتموت مش هتخلص الا ما لازم يكون عنده سيستم وعنده تريننج. يعني لو كنت بص شركات كتير جدا وهيحسها برضه ممكن منظر شمس مجاهد او الناس بتشتغل في البترول او الناس بتشتغل في شركات فاهمه بتفضل جد جدا ان تاخد ناس جداد ناس جداد وبتعمل لهم ايه؟ تريننج. هو تكنيك ده ايه؟ هو تكنيك ده مش تكنيكال قوي، يعني في تكنيكال، في فاينانشال، في كل حاجه. خلاص؟ فانت التريننج ده من اهم الاقسام الموجوده في اي مكان. لو يضمن ان انت دايما واحد يترقى عندك، طب اللي يترقى ده كان تكنيكال 100% بقى دخل فيه مثلا 20% بروجكت مانجمنت. سواء في كوربوريت بقى مدير مالي مثلا هو كان اصلا محاسب او مدير مراجعه هو اصلا محاسب، فكلمه مدير دي اتحطت عليه فلازم يعرف يعني ايه اداره في الحته اللي هو بيشتغلها لغايه ما يكبر بقى ويبقى رئيس مجلس الاداره. ولو هو مش من اهل الثقه واهل يعني المعارف والكلام ده من اول اخره لازم يكون فيري ويل تريند. يعني جامعات كثيره جدا وكليات كثيره جدا وهيئات كثيره ومؤسسات كثيره جدا بتعمل تريننج ان شاء الله حتى المستوى ايه. انا مش يعني انا ماليش في السياسه كده يعني انا بتكلم على 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 المجتمع وعلى وعلى اداره ازاي ان احنا ايه ننجح كاداره يعني. طيب الاهتمام بالفحوى وجدول الاجراءات وجمع شكليات واهتمام بالمفرجات فعليا الاجراءات معرفش اصحابك الاجراءات المصممه لفائده الشركه او الديناميكيه مساعدة الشركه اي بروسيدر بيحصل في اي سيستم دي ديناميكيه يعني هي موجوده ولازم تطبق وتطبق بس مش انا مش يعني اللي عملها بني ادم. طب انا وانا بشتغل وما بطبق بقى لقيت حاجات عايزه تتغير تتعدل تتضاف لازم اعملها ما مش 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 ماسكه يعني نفس السيستم الايزو سيستم او اي سيستم ما هوش جامد. لا انا وانا بعمل حاجه فلانيه لقيت ان في مثلا البروسيس بتطول بشكل معين يعني عايز مثلا 9000 امضه على ورقه عشان مثلا حاجه خلاص دي بقى المفروض دي اكتر حاجه اعلى فيها الناس اللي هي درست مثلا السكس سيجما واللين سكس سيجما في اللي هو ايه اللين سكس سيجما بتعمل ايه بقى ده هو كواليتي بقى بتعمل ايه بتلغي لك اي اكتيفيتي او اي بروسيس ما ضافش فاليو للموضوع. يعني انا عشان مثلا سي اخد اجازه هيقول مدير الرئيسي المباشر والرئيس رئيسي ومدير رئيسي وبعدين مدير عام وبعدين رئيس القطاع وبعدين رئيس يعني 7-8 قطاعات عشان اخد مثلا يوم اجازه. ده طبعا يعني كلام مش لوجيك كان شفناه واحنا صغيرين شفناه انا بتكلم كلام افتراضي او كلام عشان نضحك مع بعض. لا ده كلام ده كان بيحصل فعلا. المهم وطبعا في دلوقتي السيستم الاي ار بي سيستم وفي الايكونكس الايكونكس حاجه من الحاجات انت تدخل بتعمل اي مشروع او اي شركه تعمل لك تريننج يوم ولا يومين ولا 3 ايام ماكسيموم وتقرا السيستم خلاص كله انت بتشتغل بيبر ليس او 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 ما فيش بيبر خالص كله الكترونيك. طب الالتزام بالقوانين واللوائح اي مخالف صفحه كذا نشر ثقافه التطوير اهتمام بفحوى قبل الاجراء
دي كده اللي انا النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها دلوقتي، ان ابقى عارف ان الاجراء اللي بعمله ده لمصلحه الشغل ولمصلحتي، والمصلحه اللي انا مستلم منه الشغل اللي قبلي، لان دي ده 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 تشين ده تشين ده تشين ده سبلاي تشين. لو انا التشين اللي في النص دي بوظت حاجه، بوظت شغل كل اللي قبلي وكل اللي بعدي. طيب طيب اتعامل مع سد المقصود في سد المال المقصود بقى الحزم والصلاه تعمل اي عنصر اي عنصر اي عنصر في اخر مردود غير قانوني لازم ابقى بالشرط معاه. هو في اكسبشن برضو يخلي عشان برضو نبقى ايه نبقى نتكلم نبقى نتكلم كلام عام. انا ممكن انا في شركه فيها ابر ليفل مش كمان بتحصل كتير قوي كتير قوي قوي يعني ما احنا يعني ده سيدنا ادم كان عنده ولدين واحد قتل الثاني، يعني في واحد شرير وواحد اتقتل. ف الحالات اللي زي كده نتكلم على البراكتيكال واي بتاعها ازاي نتعامل معاها. انا ماسك مشروع وماشي بمرض الله وماشي بنظام علمي وانا ماشي بشكل علمي، فهي بقى في ليفلز يعني تيجي تاخد شنطه الفلوس من الموقع وتمشي، يبقى لها حاجات معينه، بيبقى لها ايه حاجات مش غير شرعيه وحاجات مرفوضه طبعا. وعلى فكره كل اللي عدوا عليا في حياتي بهذا الشكل ما اظنش ان حد مات سعيد او مات موته يعني ايه هو مبسوط يعني. فالمهم دي دايما مشكله بتقابل. انت شطارتك كمدير مشروع ان انت طبعا مش بكلام مباشر انك تفهم اي حد فوقيك انك مالكش دعوه فوق، انا دعوه مشروعك. يعني دي كلمه بفضل الله سبحانه وتعالى لإلهام من ربنا خلال حياتنا كلها. لما اخوانا مش طبعا بطريقه مؤدبه وطريقه مهذبه، والا انت ايه؟ انت تطير يعني تطير وتتقتل والى اخره. لازم يفهموا ان انت يعني ايه؟ انا ماليش دعوه بالليفل اللي فوقي، انا ليه دعوه بمشروعي. مشروعي له 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 اداره معينه وله ريسورسز معينه لازم تتعمل وبرنامج زمني معين وعشان انجحه انا بمشي بشكل ايه؟ حد بقى بره في ليفل تاني بياخد بيعمل بيقعد، انا يعني ايه انا في مشروع اللي انا بعمله. طبعا انا مش بتكلم على انا بتكلم على ايه على حاجات قابلتني في حياتي انا مش بتكلم برضه كخيالات وتنجح فيها يعني وتقدر يعني دي طريقه انك تنجح مع توب مانجمنت مش 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 100% برضه. لما توب مانجمنت بيبقى برضو انت مثلا راجل اتعلمت اداره وتعلمت شغل وبقى مستواك اعلى من الـ من الـ من, الـ من اللي فوقيك، دي بتبقى مشكله كبيره جدا 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 برضو. ما تظهرش كل ما عندك، مش تظهرش انا ما تطبقوش في شغلك لا، يعني ما تبقى قاعد في جلسه او حاجه خلي كلامك في حدود علم اللي فوقيك. وبرضو بالمناسبه دي في التوتال كواليتي مانجمنت دايما في اللي هو ايه اتوقعوا قالوا معاش ان شاء الله ربنا يرزق ربنا ادانا عمر يبقى نتكلم عنها، وعندنا اساتذتنا اللي علموها لنا الحقيقه يبقى نعمل لها ان شاء الله برزنتيشن حضرها. ان ما ينفعش انك تعمل تريننج لليفل ورئيسه ما يعرفوش. يعني احنا مثلا مهندسين في المكتب الفني وبنشتغل كلنا بالريفت وبالبيم، مدير المكتب الفني ما عندوش فكره عن الكلام ده، ما ينفعش. عشان تعمل مثلا تريننج لبيم او تعمل ابجريدنج لشغل مثلا، انا بتكلم على البيم لان هي احدث حاجه دلوقتي اللي هي شغل الريفت والبيم بتعمل كله بتاع باشمهندس عمر الله يكرمه. خلاص ما ينفعش واحد مش فاهم يعني ايه الكلام ده ومش متقنه ويبقى هو المدير بتاعه، ما ينفعش هو اللي ضرب الاول ويبقى عارف الاول. قد يكون ما هوش تكنيكال ان ديتيل زي كل واحد فيهم. يعني انا تكنيكال مثلا في المودل خلاص، في واحد تكنيكال تاني في الايه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاركتكت، واحد تكنيكال في ديتيلنج، واحد تكنيكال في 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 في, 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 في الاستراكشر، واحد تكنيكال
في البلاننج. انا بقى كبيم مانجر ماليش تكنيكال في ده كله، بس انا فاهم يعني ايه بيم في كله. انا البيم ده اكتشفت برضه الحاجات الصغيره الرفيعه اللي بيعملها المهندس عمر سليم الحقيقه، ان البيم ده كل يوم بيطلع فيه حاجات جديده، يعني وفي تطوير جديد. فانت عشان تبقى مثلا، انا بتكلم على البيم مانجر، انا اقرب حاجه اكتر حاجه بتتطور دلوقتي. يعني انت كتكنيكال اوفيس لازم المدير بتاع التكنيكال اوفيس يبقى فاهم كل اللي تحت ايده ايه. واحنا زمان كنا بنشتغل كل حاجه، يعني كوانت سيرفير اشتغلنا، استراكشر اشتغلنا، ديتيلنج اشتغلنا، حصر اشتغلنا، مستخلصات اشتغلنا. اشتغل كل الكلام ده كله وهو صغير، هتلاقي نفسه ان هو بيبقى مانجر، تبقى يعني ايه الحاجات دي بالنسبه له، فاهم ده بيعمل ايه وده بيعمل ده. يعني الدقه في عمل الموازنات ووصلات الصوره النقديه احنا بتاثر في الاقتصاد المقاول الباطن والموردين. يعني لازم، يعني هي اكتر، يعني انا اشتغلت في شركات كانت، مش انا كنت بعمل، الشركه اللي كانت يعني انا كنت كونسلتنت فيها، عامله يعني من احلى الانظمه اللي شفتها. يعني هي شركه مقاولات نزلت في البيزنس اكوزيشن الاول، ناخد البيزنس الثاني وكان بياخده بعدين، بيبقى عنده الايه البيدنج اللي هي الناس اللي بتعمل بتدرس العطاءات عشان تدخل بتاخد الايه العطاء. طيب بعد ما بتاخد هذا الكلام، لما بتيجي تعمل بقى الكوست مانجمنت ما بتاخدوش على البرايسز اللي خدت بيها، لا بيقعد يعمل بقى بيبقى نوع من الايه البلاننج للايه للكوست. يعني زي ما بقول لك ايه دايما، وقت الكاش الحاجه بتبقى ببلاش، بتقعد تشتغل بقى انت بتعمل كوستنج. شرحنا احنا الكلام ده برضه، انواع الدايركت كوست والاندايركت كوست والمارك اب كان من اخره. وقت ما بنيجي نشتغل بقى في البراكتيكال، لو انا اصلا كنت بشتغل كنت باصص لريسك معين، لما باجي اشتغل الريسك ده مش موجود، فالحاجه ام 10 هتبقى ب 8، اديها ب 10 ليه؟ انا بحسب، فبقى ايه يعني مش بفتري، يعني مش انا بس عشان ادي واحد شغل ولا محتاج شغل اقلل السعر وعشان هو محتاج، لا بما يرضي الله. بس انا دلوقتي قطعت ريسك ان مثلا الحديد مثلا هيبقى مثلا ب 15000 جنيه، الحديد بقى ب 12، اقوم اقول لي لا ده انا هشتريه ب 15، لا طبعا الكلام مش مظبوط. او المصنعيات او الى اخره. يبقى ايه دي عمل الموازنات وتفسير الوصول النقديه، الكاش ان وكاش اوت مهم جدا، ان اعرف كويس قوي الكاش ان وكاش اوت بتاعي، واعمل حسابي وانا بدرس ان انا ليا مينيمم شهرين عشان اخد فلوس من المشروع بتاعي، غير الداون بيمنت بقى في شركتي ما بديش حد داون بيمنت دلوقتي، مينيمم شهرين او ما تقلقش 3 شهور. يعني الشهر الاولاني بتخلصه انتجت فيه بتعمل مستخلص، بيقعد شهر 30 يوم وبعدين بتبتدي ايه تاخد فلوس بعد ايه بعد شهرين. فانت لازم في الفتره دي لما تيجي تشتغل كمقاول او تيجي تشتغل ك ك ك ك لازم يبقى عامل حسابك ان انت عندك فلوس تغطي، او الكابيتال اللي معاك او اللي غطي لك مش اقل من 3 شهور. يعني ده عمل رصيد احتياطي خاص بقوه المتحركه العاملين بالشركه، ودي من اهم الامور اللي في اي شركه مقاولات. خلي بالك يعني ما فيش شركه مقاولات اخرت اجور عمال وما قفلتش، ما فيش شركه مقاولات اكلت على ناس، مش في مصر بس، في مصر و و و و و مش عايز اعدي، انما دي قدام عينينا وشفناها بحالها في حالنا. اي شركه مقاولات عرض الافاضل، وانا بقولها دلوقتي باوضح كلام وباعلى صوت، ودي انا اتعلمتها من واحد شركه مقاولات في مصر الله يكرمه، ما زال موجود وزي الفل، شركته زي الفل خلاص. تعليمات صارمه الإدارة المالية إن جميع رواتب العاملين، رواتب نتكلم عن الأولين، رواتب الأول ما يجيش يوم واحد في الشهر هم مش قابضين، مفيش حاجة اسمها تأخرنا، المستخلصات الكلام ده غير وارد. اللي بيشتغل معاك ده مش شريكك،
انت متاخر عليه شهر ولا اثنين ولا ثلاثه، ده مش شريكك، ده عنده التزامات. فاي شركه مقاولات تنتهي هذا النقد مصيرها مهما قوت ومهما كان صاحبها، لو هو يعني ملك ملوك العالم واكل فلوس الناس اللي بتشتغل معاه او اتاخر عليهم او ظلمهم ما بيستمرش. اذا استمر تبقى نهايته في طياره هليكوبتر كده بتقع بيه وتولع بيه. فدي ده ريكومنديشن اللي بقوله لجميع اللي حاولوا يعملوا شركات سواء صغيره او كبيره او الى اخره، ان مستحقات العمل تبقى كذا كذا. التانيين بقى اللي هم اللي بيبقوا مع اللي بيبقى يعني هو برضه المقاولات برضه اداره ايه؟ اداره اموال الغير. انا قوتي شركه مقاولات الايه؟ مش قوتي مش راس مالي مش فلوس عندي في البنك، لا قوتي في المقاولين الباطن بتوعي. انا ممكن ابقى شركه مقاولات عندي مقاولين باطن يغطوا لي الشغل مثلا خمس ست اشهر مش عايزين فلوس. عندي الموردين، الموردين بتوعي برضه عندهم سعر لازم يوردوا لي ولما اخد مستخلصات، بس انا لازم ابقى فير بقى كصاحب شركه المقاولات. ببقى ايه؟ بيبقى الكاش فلو بتاعي درسه وعارف كويس ان انا مثلا الشهر الفلاني هحقق كده هاخد كذا في البلاننج. والبلاننج ده مش ورق، ده بلاننج ده بيوصل في ورق في الاخر، بس دي حسابات مظبوطه بس عندها خبره. البلانر ده مش واحد متخرج جديد وتعلم بريمافيرا وبقى محترف قوي بي 6 وعارف كويس قوي الفانكشن بتاعتها ويعملها ازاي، لا البلانر ده واحد بيخطط، يعني شايف كل ما يحدث في المشروع من قبل ما ينزل المشروع وبتحط على ورق وتقدر بتخطط. لو خططت نفذته وعملته صح فلازم يبقى عندك الكاش فلو بتاعك مدروس مظبوط، كاش ان كاش اوت، وعارف كويس قوي هيجي لك امتى. طيب في مشاكل بتحصل في السكه، جاء العميل مثلا اخر مستخلص، في الناس اللي هي الموردين بتوعي بقول الباطن بتوعي مرتبط معاهم بالمواعيد دي واحنا لسه شرفة، اعمل ايه؟ اجيبهم واحد واحد بقى بشكل واقعي عرفت بيهم ايه؟ خلاص الافاضل احنا في مشكله كذا 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 كذا، واحنا بنعتذر لكم على الحصل ده وشوفوا ايه اللي انتوا عايزينه. عادة الناس ما بتتاخرش لما بتلاقي ان الشغل اللي بتبقى ده المقاول اللي عايز يعيش واللي عايز يكسب واللي بيعمل حاجه يورثها لاولاده والاحفاد والاحفاد ولاده. طيب اداره مشروع التعامل مع الفساد بقى، دي اللي هي ايه النقطه اللي تعتبر النقطه الاخيره، هدير التعامل مع الفساد ازاي؟ اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا تعمل لها سيستم او بتديرها لازم الاول تدرسها، تدرسها خلاص، خصوصا في الموضوعات اللي هي فيها ايه اللي هي القائمه، تدرسها بتشوف هي حالها ايه خلاص، وبتحط الكيسز بتاعتها كيس الايديال بتاعتها او كيسز المحطوط عليها، وبتعمل حاجه ايه يعني ايه اللي هي جاب اناليسيس ما بين ده وده، ايه الفروقات ما بين الاثنين دول. ودي بالظبط زي بلان دو تشيك اكت اللي برضه ما شاء الله عليه باشمهندس مجاهد فهمها صح. يعني انا بعمل جاب اناليسيس، انا المفروض انا مثلا في حته في مشكله مشاكل معينه، والله انا بحدد بقى الفكره ايه، بحدد الدنيا دي فيها ايه وبكشف عليها وبشوفها تشوف المشكله والى اخره، واعرف ايه المشاكل اللي عندها، وبعدين اقول والله انا عايز اوصل لكذا كذا كذا او صيبه كذا 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 كذا، وبص الفرق بين الاثنين. فادي بلان وادي الدو تشيك بقى، انا ببتدي اطبق، عايز اوصل ده ان بريف، عايز اوصل الحال الحالي لايه؟ للحال اللي انا مخططه او اللي انا عايز اوصل له بشكل علمي. وبين الاثنين في حاجه اسمها جاب اناليسيس اللي ايه؟ عشان كده دايما نفتكر بلان دو تشيك اكت اصلها ايه؟ بلان وات يو ونت تو دو وات يو هاف بلاند خلاص؟ تشيك ذا ديفرنس بتوين وات يو هاف دان اند ايه؟ اند ذا بلان. اشوف الفرق ما بين انت خططت ايه ووصلت لايه؟ خلاص؟ لو انت عملت احسن حلو جدا، انت عملت زيه يبقى حلو، طب عملت اقل يبقى عندك مشكله. يبقى ايه؟ التالته ايه؟ بلان دو تشيك اكت
اكتر على ايه بقى؟ دي الفلسفه بتاعت الكواليتي، الكواليتي سيركل، هي اصلا بتاعت شوهارت اللي هو استاذ ديمينج، وديمينج اخذها سماها باسمه واتشهرت بقت دارج دماغ. تشيك اون ذا ديفرنس، انا اللي كان المفروض كنت مخطط ايه ونفذت ايه، الفرق بينهم ايه، هو ده اللي انا هشتغل عليه، مش هشتغل على الموضوع من اول لاخره لا. فدي عبقريه الايه؟ الكواليتي سيركل. دي نبذه سريعه حوالين ايه المشروع عموما. يعني بعد ما تنطق انواع الفساد سواء غير المقصود او المقصود، تم ايضاح ما يقابل كل من انواع التعامل معه، عرفنا اولى ازاي ومتعرفش ازاي. سنه في مالي كيف يتم تلافي الفساد شركات المقاولات او في اي جهات اخرى. خلي بالنا الموضوع مش خايف على شركات المقاولات بس، بس انا بتكلم على شركات المقاولات ليه؟ هي دايما هي اللي في الوش، هي اللي باين فيها فساد، انما الفساد موجود مش عايز اقول في كل حته، يعني مش حته في حته ما فيهاش فساد، ده الجنه كان فيها فساد، مش الجنه استغفر الله. اه حصل، الشيطان ضحك على سيدنا ادم وخلاه ياكل تفاح عشان ينزل الارض يعني. فالمهم يعني ده ما في فساد، فايه القيام بعمل مشروع التعامل مع الفساد في اداره المشروع. انا بتكلم الكلام ده برضو عن، افتكرت دلوقتي احنا عملنا برزنتيشن عن شركه سموير يعني، فتوقع كبير شركه كبيره ومسكناها وعملناها وعملنا لها ايه بروجكت ازاي تتخطى المشكله بتاعتها وازاي تقف على حيلها وازاي تقف تاني وتتعامل تاني. يعني دي طبعا عايزه خبره وعايزه يعني كتر ما انت بتشتغل، وعشان كده برضو ايه يعني الموضوع ده موضوع علمي. ما شاء الله بقى، ده انا ايه، ده انا مثلا عندي مشكله ماليه اروح ادور على واحد مثلا راس مالي ولا واحد عنده فلوس واضحك عليه واقول له شركتي كسبانه ومش عارف ايه وانت تعالى وخش معايا في شركه كذا كذا كذا، لا مش ده مش حلو، ده نصب. فلا انت تعرف بالظبط انت المشروع بتاعك ده، ما قلنا بتاكت اون ذا ديفرنس يعني. طيب مقدمه اخبار، في حاله القيام باداره مشروع تعامل مع الفساد من الولايات الشركات المقاولات وغيره، عشان نقول شركات المقاولات عشان يعني ايه، دي الحاجه اللي انا ايه التايتل بتاعنا، ودي اللي فعلا ان احنا من فضل الله سبحانه وتعالى عدت علينا كذا مره، ومن فضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا ايه ربنا قدرنا، ربنا مش احنا، ربنا قدرنا. لان احنا انت ممكن تبقى مهندس وعملت فنادق وعملت مستشفيات وعملت مشروعات بمليارات وتيجي قدام اوضه كهرباء خمسه في خمسه مش عارف تكملها. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى معاك وبتتقي الله سبحانه وتعالى ويقويك، الله سبحانه وتعالى سامحك. اداره هذا النمط من المشروعات يستوجب خبرات عاليه جدا وتعمقها في اداره الشركات وتقييم الاداء والخبره العمليه والتدريب في التعامل مع الانظمه المختلفه والانماط المختلفه من البشر، وتفيد التعامل في المواقف المختلفه ومختلف البيئات كاي مشروع اخر. اي مشروع عشان زي ما قلنا البلاننج بتاعه عباره عن ايه؟ بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج وكنترول. خلي بالنا، شو فرق بين الاثنين؟ اصل الاثنين بيبتدوا ببلاننج. الكواليتي سيركل يقول ايه؟ بلان، دو، تشيك، اكت. طيب الفور فانكشن اوف مانجمنت، بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج وكنترول. ودي يعني انا مره كنت في محاضره في الدول برضه في لقاء في دول من الدول العربيه، كان في واحد اعتقد كان بريتش على ما اعتقد، كان بيدي محاضره، فبعدين مش عارف اتكلمت في ايه، فبقول له الفانكشنز اوف مانجمنت، فقال لي بلان دو تشيك اكت. بصراحه قلت له لا، اتس نوت بلان دو تشيك اكت، اتس بلاننج اورجانيزنج ليد اند كنترول. فيعني ايه ما اللي خلينا حريصين برضه، ومش اي واحد ما بيعرفش عربي مخترع او هو اللي بيتكلم الكلام الصح. احنا زي ما بنقول وانا لا اجامل باشمهندس مجاهد، انا باشمهندس مجاهد على فكره انا ما شفتوش، ما اعرفش عليه غير هنا واول مره اسمعه هنا. هذا هو المستوى اللي المفروض احنا كلنا نوصل له بعد اللقاءات اللي احنا عملناها مع بعض. فانا سعادتي النهارده وتحمسي للاستمرار وان انا ما اقفش، الباشمهندس مجاهد هو صاحب الفضل فيه، لان طالما ان في ناس بتطلع وتستفيد بتوصل لهذا المستوى
وانا بؤكد لكم ان هو ان شاء الله الميثودولوجي اللي ماشي بيها، الطريقه اللي بيشتغل بيها، الطريقه اللي بياخد المعلومه، ما بياخدهاش كده من على الوش ولا سرحان، ولا بياخدها عشان هي هياخد ورقه او ياخد بتاع، انه خدها استخدمها واستعملها ولخصها وعرضها. هو دي الوسيله المثلى والمفروضه للتحسين المستمر لاي انسان. وبنشكره بصراحه على العرض النهارده، وانا يعني سعيد جدا، وان شاء الله كلنا او غالبيتنا هنبقى كده، ومش عاوز اقول احسن كمان، هو نفسه يتمنى ان الناس الثانيه تكون احسن. اوكي، تخطيط المشروع بيعتمد حصص التخطيط لازم تخطيط المشروع تنتقل المعلومات وتفعيل التخطيط العام كذا كذا. يعني لازم هو تخطيط المشروع، يعني ايه تخطيط؟ يعني انا عايز اوصل ليه؟ خلاص، فانا هعمل تيم، خلي بالكم ما فيش حد هيقعد لوحده، يعني ما تقوليش واحد، يعني انا يمكن الريبورت بتاع الفساد ده طلب مني انا لوحدي، وانطلب من جهه حكوميه في الدول العربيه، واتعملت دراسه وكلام كل اخره، بس ده ما كانش ابلايد بروجكت، كان ريكومنديشن للهيئه الفساد اللي موجوده دي ان هم يشتغلوا ازاي او يعملوا ايه. بس انا خدت الكلام ده كله طبعا من خبره الشغل، وبطبقته على الشغل بعد كده، طبقته على شركات معينه اللي هي ايه ازاي. طيب اول حاجه في البلاننج ان هي خبره وكسر في خطه مع جمع المعلومات. انت بتعمل تجمع معلومات، انت عندك شركه، شركه فيها مكتب فني وفيها بروكيورمنت وفيها اتش ار وفيها سيفتي وفيها كواليتي وفيها كونستراكشن وفيها بروجكت مانجمنت وفيها كذا كل اخر. فانت لازم تلم المعلومات عن كل الناس يكون هو اخرها عشان تعرف تخطط لمشروع الفساد ده، ومعرفة تخدم مشروع بالفساد ده بالذات كمان. ده بتبقى ايه لو في مشروع، يعني بتبقى ملقوطه، يعني مش يعني ايه، ما انما انت في شركه الفانكشنز اللي فيها، انت عارف الفانكشنز اللي هي إيه؟ عشان اقول لك مثلا ايه، بزنس اكوزيشن ستاديز، بعدين تكنيكال اوفيس للشركه الكوربريت بقى، وبعدين الكيو اتش سي، وبعدين اتش اس اس اي، وبعدين البرودكت مانجمنت، وبعدين الكونستراكشن مانجمنت، وبعدين الفاينانشال مانجمنت، وبعدين الاتش ار، وبعدين المخازن الستورز، وبعدين ايه، يعني كل الهيراركي بتاعت اي شركه، كل واحده من دول المعارض يحصل فيها ايه الكلام ده كله. فانا عشان اصلحها لازم يبقى عندي الفريق المعمول قادر على انه يعمل هذا الكلام. يعني مش هجيب واحد عمره ما اشتغل مثلا في الاتش ار واقول له انت هتجيب لي الداتا بتاعت الاتش ار بتاعت المكان، لا. خلاص؟ طيب، المسألة تقوم بتستخدم جمع المعارض بها تصميم النماذج المثالية لجمع المعارض المختلفة. وما ينفعش برضه ان انا اخد معلومات من واحد بس. لأن أنت بالظبط زي الطبيب. الطبيب أنت بتكشف، يعني لو واحد عيان الدكتور بيعمل له إيه؟ بياخد من شعر راسه لغاية تحت، بالسنه وبالسنه في ايه الاول اللي هو الايه المعاينه البصريه النفسيه الحاجه دي. وبعدين بتعمل له ايه؟ بتعمل له اشعه وتحاليل. فانما لازم في الاول تبقى ايه؟ حاسس الكلام ده كله الاخر. فدي شغل بقى مدير المشروع اللي هو ما يمسك الخطه الايه؟ او التخطيط للايه؟ للاصلاح ده. يبقى واحد فاهم قديم عارف دار الكلام ده كله وشافه وعمله. يعني هي زي ما بقول لكم ده السهل الممتنع، يعني ان هو سهل والله. يعني انا بقول عن 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 عن, عن, عن خبره وعن ممارسه، الكلام ده مش صعب بالمره. طيب، طريقه الدخول على نفوس القائمين على العمل بقى مفهوم المشروع ومصلحته ومصلحه العمل. يعني دايما الناس اللي انت، هو اهم حاجه ان الناس اللي انت بتشتغل معاهم او اللي انت هتحضرهم او هتقابلهم هذا المشروع ومقتنعين ان انت مش جاي تقبض على حد، ولا جاي تطلع حد غلطان، ولا جاي تسرق حد، ولا جاي تودي حد في ده، ولا جاي تعمل حد. احنا جاي نتعاون كلنا ان احنا نصلح هذا الكيان لمصلحتنا كلنا،
وفي الاخر طبعا مصلحه مين؟ صاحب الشركه. طيب ينبغي اخذ جميع المعلومات، نفس المعلومات من مصادر مختلفه ومقارنه بينها مع ذلك وتاكد من صحه حاله تفاعل ما الى قاعده البيانات. انا باخد ايه المعلومات الاول؟ كل الناس بتتحول لبيانات. لما باخدها بقى بسال ده عن حاجه ده عن حاجه نفس الحاجه نفس الحاجه. ببتدي اعرف الدنيا ماشيه ازاي. وفي الاخر كل البيانات دي في الاخر بحولها لمعلومه. اللي هي ايه؟ اللي هي الانفورميشن بقى تحول لمعلومه يعني. ما بقتش معلومات بقت انفورميشن. خلاص؟ بقت بيانات. طيب خطوات التخطيط، جمع المعلومات المختلفه، مقارنه المعلومات، تاكد من صحتها، تاكد صحه المعلومات دي، لان انت ممكن لو انت ما عندكش خبره الكلام ده كله يضحك عليك. تعرف حاجات مش عاديه، فاهم ازاي؟ انت لازم برضو ايه احيانا تعمل نفسك مش واخد بالك، احيانا تعمل نفسك مش فاهم حاجات كده عشان تاخد الايه المعلومات اللي هي يعني دي كلها يعني كوميونيكيشن بقى سكيلز. ما تقدر تاخد المعلومات ازاي؟ تحويل المعلومات الى قواعد بيانات اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، يتم الاعتماد عليها في التقييم وتصميم اجراءات لازمه للمصلحه. انا لما بوصل بقى ان انا بلم المعلومات بحولها لداتا بيانات ببتدي عايز اتعامل معاها بقى، يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل بروسيجرز للتعامل مع الايه؟ مع البيانات دي. تحويل الموقف النهائي المطلوب وفقا لنتائج المشروع. يبقى انا دلوقتي بحدد انا رايح فين؟ انا عايز ايه؟ احنا المثل اللي كنا عملناه ان كان في مشكله مع بنك كبير شويه مشروعات في الشركه مثلا 10 مشروع بيمولوا من البنك، والبنك ده خلاص يعني هيقفل الشركه ويخلص نفسه. طب هنحل الموضوع مع البنك ازاي؟ لو تفتكروا كان البرزنتيشن الحلوه يعني عملناه احنا نفس ال 20 لقاء الاخراني. تحليل احصائي وفني النتائج وحسن عمل الفجوه اللي احنا قلنا اللي ايه؟ الاناليسيس بقى جاب اناليسيس كل حاجه باحصائيات ارقام وتكنيكال، مفيش حاجه اسمها كده. خلاص تحليل الموارد المختلفه اللازمه للتنفيذ المطلوب طبقا لمده محدده للمشروع. ايه هي الموارد؟ كلنا عارفين حافظين حصان الفور ام اللي هم ايه؟ مان باور، ماشينري، ماني، وايه؟ مان باور، ماتيريال، ماشينري، ومان. اربع ام دي اللي ايه؟ عمل الاحصاء الفني كذا. الموارد بقى انا عشان اصلح هذا الكلام، خلي بالك انا عشان اصلح الموقف مش عشان اشغل الشركه، فشيء كده قصه ثانيه، خلي بالنا. ماشي الحال؟ مفهوم؟ طيب هذه الطرق المختلفه اللازمه لتنفيذ المطلوب. بعمل بقى الايه؟ البروسيدرز بقى انا هعمل في ايه وهعمل في ايه وهعمل ايه؟ يبقى بروسيدر مثلا للمان باور. المان باور طبعا ده مش نوع واحد. يعني عايز تعمل له تريننج، عايز تعمل له، عايز تديله مكافئات، عايز تعمل معاه ايه؟ مثلا الماتيريال عايز تجيبها ازاي؟ طريقه بتجيبها ازاي؟ كان كل اخره الماشينري بتتعامل معاها ازاي؟ يعني كل حاجه يبقى زي ما لها ايه؟ الموارد هتحصل عليها ازاي؟ او تغير البروسيدرز بقى ان انا هتحصل عليها او بعملها ازاي؟ هي دول المختلفه لتنفيذ المطلوب انها نفس بقى ايه؟ الميثودولوجي بقى. نعمل هيكل تجزئه اعمال في المشروع اللي هو الايه؟ الورك داون ستراكشر لغايه ما توصل تفاصيل اصلا لازم اعمل برنامج زمني. عاده انا عشان عايز اعمل برنامج زمني لاي حاجه بتستقر في المشروع اللي احنا بنعمل حاجه نعملها بنعمل ايه؟ الورك داون ستراكشر. فاكرين رحله العمره او رحله الفسحه عملناها كده في السعوديه، كنا بنعملها رحله عمره، عملناها رحله فسحه في شرم الشيخ. يعني عملنا ايه؟ عملنا ورك بريك داون ستراكشر. ده مش عارف الحته الفلانيه وعنده كذا كذا وعنده كذا كذا، بنعمل بريك داون لغايه ما يوصل الاكتيفيتي في الثيرد ليفل او فورث ليفل. باخد الكلام ده كله بعمل انشطه، الانشطه بربطها ببعضها من الستارت للفينش واحسب ايه البرنامج الزمني بتاعها. طبقا للموارد المختلفه والمده الزمنيه لازم للمشروع. مراجعه الموارد والمكانيات المطلوبه للتنفيذ وضعها بشكل عملي لتوفير النقص من الزمان المقصود على المطلوب للمشروع. لو انا وانا بدرس لقيت ان انا محتاج مثلا يعني انا كنت محدد مثلا في مثلا شركه فيها 20 مشروع، انا كنت محدد مثلا هيقوموا
بالدراسات مثلا او حصر الموارد الموجوده في كل موقع ثلاثه هيخلص عشان يخلص الشغل مثلا في شهر، لقيت ان الثلاثه ما يكفوش يبقى هخليهم سته مثلا او اربعه او خمسه. يبقى انا بعمل ايه؟ براجع الموارد والامكانيات المطلوبه بس بشكل عملي عشان ايه؟ نوفر النقص منها. عمل تقرير شامل ومفصل عن مرحله التخطيط. يبقى انا بقى خلاص مرحله التخطيط وعملت التخطيط بتاعي. التخطيط بتاعي بيبقى فيه الفول ريسورس اللي انا محتاج لها، محتاج ناس قد ايه؟ محتاج ماتيريال قد ايه؟ محتاج ماشينري قد ايه؟ محتاج قد ايه تايم؟ الكلام ده كله من اول لاخر. خلاص؟ وبنعملها في ايه؟ بنعمل تقرير شامل بقى مفصل من مرحله التخطيط دي عشان اوصل لايه؟ برنامج زمني عشان اعرضه على ام دي عشان تبقى ياخد وجهه نظر في الخطه. يعني هو اللي هيشتغل معاك، هو اللي هيشغل الناس. انت عاده لما بتعمل حاجه زي كده انت بتتطور التيم بتاعك من جوه المكان اللي هو التعبان ده، من اكثر الناس فاهمين، بس تاخد من المخلصين، تاخد من الناس اللي عايزه تصلح. وعلى فكره حاجه زي كده يعني كل واحد بقى وذكائه، يعني في ناس هتلاقيها هربت من الموضوع، يبقى يعني ايه يعني في ناس تانية بتبقى يعني ايه ارحى شويه ما يهمهاش. فدي برضو ايه لازم نخلي بالنا ان في حاجات كتير جدا في الكوميونيكيشن عايزه ايه تبقى مع مؤشر كده. برضو احنا اتكلمنا على الكوميونيكيشن، اتكلمنا على البوزيشن بيبر، اتكلمنا على الحاجات دي كلها على الاخر. طيب تقرير شامل قلنا مرحله التخطيط، وبعدين مراجعه اعداد التخطيط توجد موظفها على الخطه المقدمه مدير عام الشركه في المشاكل هائمه. يعني مدير عام الشركه بقى او توب مانجر او اخر هيبقى له ملاحظات، يقول لك والله انتوا كده هتخلصوا لنا الكلام ده في ست اشهر، لا احنا كتير قوي علينا ست اشهر، احنا عندنا كذا وخليها ثلاث. طيب ماشي يعني دي الكلام مش الكلام ده كله ايه؟ لا ده انت هنا مثلا حطيت ناس اكتر من اللازم. طب نراجع يعني يبقى في اخذ وعطاء، لان انت لازم الخطه اللي هتتعمل مش بتعمل خطه انت مش خطه انتاجيه هتنتج مكرونه ولا حديد ولا خشب، لا دي عشان تصلح تصلح مؤسسه. فتصليح مؤسسه دي مش يعني زي ما هو دكتور، ما انت دلوقتي انت عندك يعني انت ممكن واحد عيان جدا لازم تعرف حد عيان عنده ايه وايه 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 وايه، هتعالج كل حاجه بايه؟ واحد عنده سكر وعنده ضغط وعنده كوليسترول وعنده ارتجاج في المخ وعنده مش عارف، لازم تبقى عارف كل واحده معموله ازاي وكل واحده هتعالجها امتى، ايه البرايورتيز، عالج ايه الاول. يعني واحد عمل حادثه ودخل المستشفى يجبسوا له دراعه الاول ولا يدوا له الادويه اللي سواقه الاول ولا يعالجوا جروح الاول؟ فاي واحد لازم عنده خبره ازاي يتعامل مع الايه؟ على الامور دي يعني. فمعلش انا بتكلم بتبسيط شويه بس هي ده واقع يعني. الكلام ده كله بيبقى برايورتيز. يعني لما حضرتك تاخدي برنامج الزمن التفصيلي وبرنامج الاحتياجات والموارد والامكانيات المطلوبه خلال فتره المشروع تبقى المده المحدده لها. طيب تنظيم المشروع بقى، احنا قلنا بلاننج، قلنا ايه؟ اورجنايز ده عباره عن ايه؟ ان كل الاكتيفيتيز اللي طالعه والحاجات اللي طالعه دي انا بوزعها. في ناس هخليها تجمع بيانات، في ناس هخليها تحصر خامات او تحصر ريسورسز في كل المشروع، في ناس هخليها تقعد على الكمبيوتر تحط الكلام ده كله في داتا بيس، في ناس هخليها تقعد تقيم حاجات معينه. فده فريق تيم بقى بنعمله عشان ايه؟ نوصل للايه؟ للنتائج اللي احنا عايزينها. طيب بعد ما تبقى خطه تبقى تعين نهائي الحجم من قيادة فريق العمل المركزه، تبقى تعين فريق العمل المطلوب بقيادة قائد فريق، بقى قائد فريق هو بهذا الكلام هو المسؤول عن بقى هذا الكلام، وبيتعامل كمشروع عادي خالص هو بيعمل مشروع كونستراكشن او مشروع اي تي او مشروع ريجينيرنج او اي مشروع في اي حاجه. هو قائد فريق بتوزيع المهام على اعضاء الفريق طبعا لجنه تحسين الاعمال اللي هو بالجراوند ستراكشر وبرنامج الزمن المشروع وامكانيات موقع كل واحد من اعضاء الفريق. فكان نتائج بقى التنظيم هينتج مركز ان ايه؟ ان كل واحد اعضاء الفريق عارف واجباته، عارف مسؤولياته، وعارف هيخلص ايه امتى، وعارف ايه الداتا اللي هياخدها، وايه الاوتبوت اللي ايه اللي هيخرج عشان ايه التيم والشغل يكون او الاخر يبقى طالع ايه بشكل منظم ويطلع ان هو هيشتغل مع بعض. خطوات القياده بقى الليدنج. هنا بقى احنا قلنا مانج بلاننج اورجنايزنج، ده الليدنج اهو.
تعمل اجتماعات يوميه واسبوعيه لاعضاء الفريق. ما فيش حاجه اسمها يعني اكيد شغل. معلش يعني اوعى تعتقد ان انا ببالغ ولا ان انا ما فيش حاجه اسمها مشروع امسكه، ما فيش اجتماع يومي. وده ما كنت بتاجر على الحته دي، كنت مش بتاجر التوب ماش، ما يقدرش ملوش دعوه بالمدير السيستم بتاعي ده، ما الناس بتشتغل معايا يعني معايا بروك مارجن، معايا كونستراكشن مارجن، معايا بي اف سي مارجن، معايا بتاع مخازن، معايا بتاع كل التيم. وقال لهم يا اخوانا احنا كل يوم سي الساعه مثلا 11 ونص 11 او واحده مثلا، يعني كده طبعا في ساعه غدا ما بقعدش المس فيها او ممكن استفيد بيها انها ناكل مع بعض مثلا حاجه كده وتبقى الميتنج. انا مش جاي مش بعمل ميتنج في خطا جسيم بيحصل، وخدنا برضه احنا الميتنج ازاي اديره وازاي اعمله، خدناه في السيشن الاول موجود يعني، وازاي اديره وازاي اختاره وازاي اعمل له اجنده وكم من اخر. الميتنج ما هوش حاجه عشان استعرض فيها امكانياتي ولا قدراتي ولا معلوماتي ولا لا، الميتنج عشان اسمع الناس او نسمع بعض ونحل مع بعض في طرق، ودي على فكره طرق من طرق حل المشاكل. ديلفي كلام اللي هو حاجات كتيره في طريقه ايه بروبلم سولفنج تكنيكس. فالاجتماع اليومي ده هام جدا 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 جدا. صف مشروعك الشركه، الشركه انا ممكن بندير شركه، هو الكلام ده قبل كده برضه وبعيد. يوم السبت الصبح ده اول يوم في الاسبوع ده لازم دي عم الشركه مع كل رؤساء الاقسام او المديرين او فانكشن مانجمنت عاملين اجتماع الصبح بنتابع احنا الاسبوع اللي فات كان برنامجنا ايه ونفذنا في ايه والاسبوع اللي جاي هنعمله ايه. انا مش جايبهم لاول خطب دايما، وده برضو دي حاجه كلمه لازم الاجتماع لازم يقولها دايما نحددها يا اخوانا، احنا مش مجتمعين عشان انا اتكلم او حد يتكلم، لا احنا قاعدين عشان كلنا نسمع بعض وكلنا نحل مع بعض، والاجنده هي فيها مشروع فلان عايز كذا، مشروع فلان عايز كذا، مشروع فلان عايز كذا، ده على مستوى بقى الايه. فلا زي ما قلنا اللي بيدير شركه لازم اول اسبوع تبقى عنده اجتماع الناس دول. اللي بيدير المشروع لازم يوميا في يعني، ما كانوا يقولوا لي يا باشمهندس مش عارف، قلت لهم اخوانا الاجتماع تضيع وقت. الاجتماع احنا كلنا بنلتقي هنا مثلا سي الساعه 12 مثلا، ناخد قهوه مع بعض، ناخد مع بعض حاجه، نعرف كل واحد عنده بروبلمز ايه، لان احنا متفقين وقلنا ان المشكله لو اتحلت في ساعتها هتبقى مجانيه، لو اتحلت تاني يوم هيبقى لها تكلفه، تالت يوم تكلفه اكبر، رابع يوم تكلفه اكبر، لو قعدت اسبوعين او ثلاث اسابيع ما اتحلتش ممكن ما تتحلش نهائيا وتبقى اساس فشل المشروع بتاعك. فالمشاكل اول باول، ودي طبعا يعني اساس كويس في شغل اللين والنيو سيستمز، بس دي يعني ايه المفروض دي يعني اي حد بيشتغل تراديشن مارج المفروض يعمل كده. اللي بيجيب شركه في نص الاسبوع قاعده بالليل وجايب كل المديرين الفانكشن اللي عندك وجايب كل المديرين المشاريع بتوعك، كل واحد بقى عشان هم يتكلموا، عشان انا اكلمهم مش هكلمهم خطبه عن الحياه ولا هكلمهم على موضوعات عامه، لا كل واحد سبيسيفيك كده عنده مشكله في مشروع او الى اخره او الى حل هذا الكلام. ولا نجاح حقيقي من غير هذا الكلام ده كله. ودي شركه المقاولات عينه طبعا بيجيله ريبورتس ديلي ويكلي ومالتي كام كام الى اخره، عينه مهمه جدا. انا ممكن حاجات تجيني في تقرير وانا بشتغل بقالي 100 سنه مش 50، وبرضه ما بقاش الاستيعاب كامل. لما تشوف بعينك مر 5 دقائق او 10 دقائق على الاقل مشروع بتفرق. حتى لو انا عندي كل بروجكت، في بروجكت كتيره يعني شغال عملناها بهذا الشكل برضه، ان بيتحط اللي هي الكاميرات جوه المشروع وانا قاعد في مكتبي الشاشه بتاعتي متقسمه بعدد المشروعات وكل اشياء كل مشروع بيحصل فيه ايه. الكلام ده موجود دلوقتي بورد وايد عادي جدا، الكلام ده بقاله سي يعني انا بالنسبه لي بقالي مثلا اكثر من 15 سنه، اكثر من 15 سنه بشوف هذا الكلام وبشوفه عادي.
كان في الامارات وفي الخليج، وهنا برضو اشتغلنا شويه مع الشركه هنا بدانا نطالب بيه وعملوه يعني. طيب يقوم قائد الفريق اهو، كان بيقول دلوقتي اهو قائد الفريق بالمتابعه الشخصيه المستمره لاعضاء الفريق، استخدام ما له من خبره وحنكه وقياسه لمتابعه طلبات تحسين اداء اعضاء الفريق. انا لما بروح الموقع وانا اصلا مهندس في الموقع، لما بروح واحد في الموقع مهندس مثلا بيتطاول او فاكر انها حلاوه مثلا ان هو يعمل بشكل معين، فايه باخد بقى على جنب بقول له دي كذا 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 بينه وبينه مش انت مش عارف كده، لا كلام مش اداره، او مثلا يقول لك ده المدير ده مستبد، مش حاجه اسمها مدير مستبد، المستبد ده مش مدير، المستبد ده او مدير المغرور، المدير المغرور ده خيبه بالويبه، خيبه بالويبه، ده الغرور ده يدل على شيء فهو يدل على جهل المغرور ده، انه ما فيش حد كبير على علم ولا كبير على خبره ولا كبير على اي حاجه خالص، انا لا اعتقد ان هو بقى حاجه بقى معينه وعشان كده احنا قلنا ايه؟ لا تغتر لا بعلمك ولا بخبرتك ولا بمالك ولا بسلطتك ولا بقوتك، كل ده زي كل ده زي اللي يغتر باي حاجه من دول وقف ومات ومصيره الى 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 لا شيء. طيب معلش انا هو الكلام ده مهم برضه، لان انت زي ما قلنا اداره المشروعات ما هوش كلها مش حاجات تكنيكال كلها وحاجات مانجمنت كلها، انما فيها جزء اللي هو الايه؟ زي ما قلنا اللي هو الايه؟ اورجانيزيشن بيهيفير اللي هو السلوك التنظيمي. طيب توجيه اعمال يوميه بالنسبه للسلطه على المشروع ده اللي هو الناس اللي بتلم داتا، الناس اللي بتحصل حاجات، الناس اللي بتفكر تعمل حاجات كده بالكم وكيف بالضبط. نتائج قياده المشروع ده قال ايه؟ دي ايه؟ احنا قلنا بلاننج اورجنايزنج دي الليدنج، دي رابع مرحله اللي هي الليدنج اللي هي ايه؟ المشروع بقى بيشتغل بتلم الكلام ده كله او الاخر بتعمل جاب اناليس كلام والاخر، وفي ليدنج بقى. الانتاج الخيري دي ايه؟ كان مرحله مستمره ومتداخله تتوقف في كامل دور حياه المشروع من اول الى اخره، ينتج عنها التاكد من مطابقه النتائج الفعليه للانشطه المختلفه من النتائج المختلفه كما وكيفا، وتاكد من اداء اعضاء الفريق وتفهم للاعمال المسند اليهم وطرق تنفيذها والوسائل والابجات المسند تنفيذها. هي دي ايه؟ ليدنج. اخر حاجه بقى ايه؟ الكنترولنج. الكنترول ده هيبقى ايه بقى؟ ما احنا يعني خلي بالنا المشروع اللي زي ده ما هوش مشروع مقاولات، انت مش بتنتج الانتاج بتاعك ما هوش ايه؟ يعني مش بتنتج خرسانه ولا بتنتج منسوجات ولا بتنتج، لا انت اللي انت بتنتجه في الاخر بتنتج امبروفمنت في كل حاجه. امبروفمنت ده او بفساد او بتطلع من اخطاء او بتطلع من مشاكل وتوصل لمرحله اللي هي بما يرضي الله، اللي هي الحاجه اللي هي تنجح وحاجه تستمر وحاجه تعيش. طيب ضبط المشروع بيبقى فيه ايه بقى؟ يشمل ضبط المشروع عادة على ضبط معدلات الأداء المفردة بالبرنامج الزمني وضبط التكاليف المخططة أو ضبط المستويات الخاصة بالمشروع. الكلام كله اللي احنا بنقول عليه، احنا خططنا بالنسبة للمشروع ده اللي هو مشروع اسمه مشروع ايه؟ مشروع التحكم في الفساد أو إلغاء الفساد أو التغلب على الفساد. يعني ده المشروع بتاعنا بتاع النهارده. وهذا المشروع فعلا تم وممكن ان يتم بشرط واحد، ان صاحب الشركه يقتنع، توب مانجمنت يقتنع، والناس اللي جوه الشركه تبقى عايزه فعلا تصلحها. لو وخلي بالنا من حاجه برضه، حاجه مهمه جدا ودي فيري كومن، كل صاحب شركه بيبقى عنده ناس اهل ثقه، ده انت ما تقدرش تتكلم على عشان كلمه وهو اصلا مغرقه بس هو مش عارف، او يعني زي بالظبط اللي هم يعني اهل الثقه واهل الراي، بس طبعا انا مش بحب افصل ما بينهم قوي، يعني ممكن ابقى انا اهل الثقه وانا بهم يعني، انا لازم يعني كواحد في توب مانجمنت ابقى عارف وفاهم كويس ان كل واحد داخل ازاي فاهم ايه. وفي انواع كثيره جدا من الاختبارات، وانت مدير عام وانت وزير اختبارات انك تعرف اللي داخل لك ده داخل لك
ازاي؟ دي مثال فرص كثيره جدا، خبره كثيره جدا، ودراسات كثير جدا، و و ويعني يعني يعني تبقى قاري وعارف كل حاجه. الموضوع اصلا مش بادي لانجوج على مثلا على فتاكه، على لا، دي بقت علوم كامله. نهاية. طيب، مراكز البرنامج زمن بدقه وعمليه. يعني هنا الكنترول بقى بيبقى ايه؟ الكنترول بالنسبه للبروجكت ده زي ما قلنا بقى كنترول على ايه؟ على الكوست، خلاص، كنترول على الكواليتي بتاع الشغل، الكنترول والكواليتي والتايم بتاعه، ده الحاجات دي. برنامج الزمن ده عمليه على خلال الفعاليه المعلنه خلال الانتاج المشروعات مثلا، طبعا الحل فضل المشروع، عامل اجتماعات اسبوعيه زي ما قلنا مراجعه في المشروع، واجتماعات يوميه عشان نشوف الديلي بروسس. الاجتماع اليومي ايه؟ ربع ساعه، 10 دقائق، نص ساعه بالكثير قوي، بس نبقى عارفين احنا ماشيين، كلنا ماشيين موضحين وعارفين اولنا من اخرنا ايه. مراجعه جميع الموارد اللازمه للانشطه مع الاعمال في المواعيد المخططه ورجل ضمان جوده معالجه التنفيذ. ضبط مستندات المشروع طبقا لاجراءات ضبط مستندات الدوره المستنديه للمشروع معالج الدقه والاجراءات الخاصه بالمستندات مع ذلك فلسفه المستندات مش هدف. خلي بالنا في ناس كتير جدا بتبقى بتاخد الموضوع بتقول لك ايه الدوكمنت كنترول ده او دوكمنت مانجمنت او الكلام ده كله، ان ده هدف في حد ذاته. يعني انا مش هدفي، انا اداره المستندات ما هياش هدف في حد ذاتها، دي وسيله لانك تبقى منتظم ومنظم وعندك داتا بيز لكل خطوه انت حطيتها في مشروعك، وعندك يعني ايه مفهوم طبعا الكلام. يعني 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 احنا يعني بنقول قلناه وقلناه كتير جدا ان مفيش حاجه اسمها مشروع يخلص مستنداته مش متظبطه، المستندات مش متظبطه. لو انت ليك كليم مش هتعرف عمرك تاخده، لو انت عامل قضيه عمرك ما هتاخدها، لو انت ليك حقوق عمرك ما هتعرف تاخدها. وعلى مستوى مش المشروعات، على مستوى الدول. تصميم تنفيذ نظام الملفات فايلنج سيستم، فايلنج سيستم احنا ما اتكلمناش عليه لسه. الفايلنج سيستم فيه حاجات كتير جدا، في فايلنج سيستم دلوقتي مش محتاج تصممها، موجوده في ار بي سيستم، موجوده مع الـ 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 يعني حاجات كذا. يعني انا من اكثر فايلنج سيستم اللي هي عجبتني في خلال حياتي يعني بتاع بكتل، وانا بقولها يعني ايه، بس ما حدش يجي يرجع عليا بقى يقول لي ايه حقوق بتاع، باخدها بظبطها وبعمل زيها وبشغلها تبقى يعني ايه كويسه جدا. طبعا معندهم حاجات عاليه جدا في الشركات الرائعه يعني، وحظه كويس اللي اشتغل معاهم وهم بيديروا مشروعات، او يعني مش بيكتل بس، يعني بيكتل تشيودا تكنيب بروفيتاس، الشركات اللي هي يعني اللي عايزه تبقى شركات، يعني اللي هي شركات حلوه فعلا يناسب العمل. صوره الحفظ وصوره حفظ المعلومات ملفات التعامل الرئيسي. الماستر فورمات، هنا الماستر فورمات دي ان شاء الله ان شاء الله دي هتبقى غالبا اللقاء الجاي. الماستر فورمات ده عباره عن ايه عشان اعمل مستند؟ الماستر فورمات ده احنا كنا زمان لغايه 2004 كان عندنا ماستر فورمات دي 15 16 بند تقريبا. تبتدي بالاعمال العامه بتاعت المشروع، تاني حاجه مثلا الحفر، ثالث حاجه ثالث رقم ثلاثه كانت الخرسانات، اربعه المباني اعمال البناء، اللي هي التسلسل بتاع بتاع الاكتيفيتيز، مجموعه الاكتيفيتيز الموقع بقى الخرسانه اللي هي المباني، بعد مثلا اعمال النجاره، اعمال الواجهات، اعمال كذا. النهارده الماستر فورمات من 2004 بدا يطلع نيو ماستر فورمات، بتوصل دلوقتي لحوالي 50 بند اللي هم كانوا 14 15 بند بس. دي ان شاء الله موضوع محاضره شيقه جدا مش هنتكلم عليها، دي بيزيكلي مطبقه بين امريكا وكندا. اذا احنا هنتكلم على الانترناشونال بروجكت مانجر، ناس كتير جدا بتشتغل بسيستمز امريكا وكندا، لازم عارف يعني ايه ماستر فورمات وعن ايه تشتغل بيها ازاي. فدي من الحاجات برضه ان شاء الله بنرتبها ونجهزها ونتكلم عليها ان شاء الله. وهما الاثنين موجودين بالمناسبه، يعني بالمناسبه الاثنين موجودين. يعني ده موجود
هتشتغل، بدل اشتغل عشان التاني يشتغل، وان شاء الله وقت ساعتها هنتكلم عليها، هتعرف انها هتشتغل هي الماستر فورمات. ضبط تكاليف المشروع، مقارنه التكاليف الفعليه مع التكاليف المخططه. خلي بالنا برضه مشروع ايه؟ مش مشروع كونستراكشن، مشروع التعامل مع الفساد. الفساد ايه؟ الفساد اللي هو المخطط، الفساد الايه؟ الغير مخطط، الفساد اللي هو خلاص؟ بالظبط تكلفه المشروع وتقبل التكلفه الفعليه مع التكلفه المخططه. احنا اصلا عاملين كوستنج للموضوع، هو مشروع لازم عملنا برنامج زمني وعملنا له كوست وعملنا له كواليتي وعملنا له كل حاجه. وهتبقى اي تغيرات تحصل خلال تقدم المشروع ومعالجه وتعديلات في اي زياده في التكاليف، وهتبقى مستمر القيمه الكليه التقديريه النهائيه للمشروع. مع ملاحظه ان هيكون مدير المشروع بمتابعه ومراجعه نتائج ضبط المشروع اسبوعيا، ويتم اتباع هذه المتابعه في الخليج اسبوعيه، محاضره اجتماع بين مدير المشروع ومسؤول شركه المقاولات. نتائج ضبط المشروع هي الحصول على ضبط البرنامج الزمني بحيث يتم تلافي الزياده في وقت المشروع. اللي احنا متفقين ان احنا الشركه دي اللي هنصلحها عندها 3 شهور تصليح وهي شغاله. خلي بالكم انا مش بعمل المشروع ده وهي واقفه او واقف الشغل او اخره، لا هي شغاله، هي شغاله بالظبط زي ما اكون بعمل صيانه في فندق، صيانه في فندق دي 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 الموضوع جيد وجميل جدا، واللي اشتغلها او في مستشفى او في عمارات او حاجه مثلا يعني يفضل دور فوق ودور تحت عشان تشتغل في دور، يبقى انت عندك عشان تشتغل في فندق مثلا او في مستشفى يبقى انت عندك 3 ادوار، عشان وانت بتشتغل لا تصدع الناس اللي الدور اللي تحت والدور اللي فوق، وانت يعني اللي هو البرنامج الزمني بتاعك يعني. ده موضوع جميل برضه، الحاجات الحلوه يعني اذا في عمر واتكلمنا على الحاجات دي ممكن تبقى برضه التجارب بتاعتنا بتاعت ناس كتير في المجال. تلافي الزياده في وقت المشروع مع التغيرات الحادثه فيه او وظائف الحد الادنى بحيث لا تؤثر على موعد استلام المشروع. كذلك ضبط الموارد والمستندات والتكاليف الخاصه بالمشروع، كانه مشروع مقاولات، كانه مشروع اي حاجه، بحيث يتم ضمان الحصول على مشروع لا يخرج او يتجاوز حجم الموارد المخطط له سلفا. خلاصه مما سبق، ممكن استغراء انواع الفساد الرئيسيه في شركات المقاولات وكيفيه التعامل معها، وبرضه ممكن نشيل المقاولات ونقول اسم اي شركه، اي شركه اللي بدي بيزنس اداره، اي شركه لازم تتعامل بهذا الشكل وكيفيه التعامل معها، واذا اتثبت هتقع لو هي بتاعت مين وحجمها ايه ومسميه نفسها الانترناشونال كومباني مش عارف ايه، لو فيها الفساد ده هتقع. يلاحظ ان اصلاح الفساد ليس هدفا في حد ذاته، برضه الوسيله الامثل لاصلاح منتج شركات المقاولات والمشروعات او اي حته ثانيه برضه، حتى لو هي شركات خدمات، البريد، اي شركه، شركات النقل، اي شركات بتعمل خدمات نفس القصه. انت المنتج بتاعها ايه؟ الخدمه بتاعتها النهائيه يعني. شركه المقاولات وحده انتاجيه لانتاج المشروعات. فاذا فشلت الشركه فشلت المشروعات، يعني في نقطه مهمه جدا. ونادرا ما يحدث فشل المشروعات اذا ما تقلص حجم الفساد في الشركه. يعني لو الشركه مظبوطه صح ومداره صح بتلاقي حجم الفساد في المشروعات قليل جدا، بتلاقي دايما شركه، في شركه بتاخد تبقى سمعتها عن كده، في شركات في مصر رائعه مش عايز اسمي حد عشان ما حدش يعني يتهمني بال ان انا بحب حد او ما بحبش حد. الشركات اللي اشتغلنا فيها شركات مستواها في مصر رائع وممتاز، اشتغلنا فيها من زمان. في شركات اتأممت ورجعت تاني لاصحابها وبقت دلوقتي ليدنج لكل حاجه، فبرضه مش هذكر اسماء، وشفتها وشفتها بتشتغل بتعمل تاورز وبتعمل يعني حاجات جميله جدا. واذا حدث ان فشل المشروع من داخل شركه المقاولات خلص بيها حجم الفساد، العيب بيكون مباشره من داخل ايه؟ اداره المشروع. يعني اداره المشروع في شركه ناجحه لو فشل المشروع لازم الفشل جاي منين؟ جاي من المشروع مش جاي من الشركه. ماشي؟ والعكس صحيح. لو الشركه فشل، لو الشركه مليانه فساد ومشروع نجح يبقى نجح من جوه المشروع مش من الشركه. لكن فانه لضمان الحد الادنى لنجاح المشروع ينبغي اولا ان نضمن تخلص حجم فساد في الشركه او تدنيه الى اقصى ما يمكن، وذلك الاشياء وحده ضبط جوده كافه الانظمه وانشطه الشركه. مش وحده ضبط ايه؟ جوده. ضبط الجوده ده ايه؟ ضبط الجوده مش كواليتي كنترول، الكواليتي اشورنس
والكواليتي كنترول لجميع الانظمه والانشطه في الشركه. بشكركم جدا جدا جدا، وبشكر شكر خاص طبعا لبيم اريبا والمهندس عمر سليم وابننا المهندس محمود معتز وابن المهندس احمد اللي عاملين مجهود كبير جدا جدا في تنظيم وترتيب وضبط اليوتيوب. والشكر الكبير جدا 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 باشمهندس مجاهد مصطفى مجاهد على اللقاء بتاع النهارده. وبتمنى ان كل الحضور اللي معانا كل واحد هذا نفسه، انا مش بقول يعمل لقاء زي ده، لا، يبقى عنده هو مشروع عمل فيه، عنده نقطه عايز يسيرها، عايز لان دي احد العناصر الرئيسيه لاي واحد بيتقدم اختبار مدير مشروع دولي. بشكركم جميعا، وبنفتح الباب لاي اسئله وتحت امركم. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وانا سعيد بيكم كلكم الحقيقه، والحقيقه يعني انا عايزين بقى ايه نشوف اذا هل طيب. وطبعا الباشمهندس عمر سليم طبعا كتر خيره، يعني هو احنا طبعا ان شاء الله، وفي شهاده خاصه باشمهندس مجاهد، ولاي حد يعمل برزنتيشن عن مشروع، عن قطاع في مشروع، ممكن هو ما يبقاش مدير مشروع لسه، ممكن يبقى ماسك مثلا كيو سي مانجر، يشرح لنا حاجه في كيو سي مانجر، واحد تكنيكال اوفيس مانجر يجيب لنا عن اداره التكنيكال اوفيس مانجر، واحد كونستراكشن مانجر، بالعكس ويلكم ويلكم، واحد اتش ار مانجر ويلكم، يعني اي نوع من انواع الاداره اللي هي بيعملها وبينفذها، وبعديها برضو بشكل تطبيقي علمي عملي. بشكركم جميعا، وبشمهندس احمد، بشمهندس احمد، بشمهندس احمد معانا ان شاء الله، بشمهندس مجاهد الجزء الثالث هتبتدي الاسبوع الجاي باذن الله تعالى، اللي هي الليفل الثالث المستوى الثالث باذن الله تعالى، ان شاء الله هيبقى يعني ايه زي ما قلنا برضو، احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الماستر فورمات، اعتقد هنبتدي بيها كماستر فورمات يعني، هو ده هبتدي بيه، لان الموضوع مهم جدا انك تبقى عارفه، لانك لو دخلت اي شركه انترناشونال هيبقى موجود فيها، هتلاقي دايما مثلا الخرسانات مثلا في 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 نمبر 3 كذا، الماستر فورمات القديمه، الماستر فورمات اللي بقى بتتغير كل سنه بتتغير في حاجات كتير، فانا ان شاء الله اعتقد هنشتغل فيها، او هنشتغل في ان شاء الله باذن الله تعالى، هنشوف يعني هنشوف، بس انا بتمنى ان احنا يعني المرتين ثلاثه اللي جايين ان احنا نفكر كل واحد فينا يحاول يلاقي ايه نقطه معينه ويعمل لها برزنتيشن عليها، هنسعد بيه زي ما اسعدنا النهارده الباشمهندس مجاهد مصطفى. بشكركم، وفي انتظار اي اسئله. باشمهندس احمد حضرتك نفتح الباب لاي تساؤل، لو في حد ممكن يعمل رايز هاند يا دكتور وانا افتح له المايك. اي حد، احنا موست ويلكم، واحنا تحت امركم جميعا يعني. تمام؟ طيب ريز هاند. واحنا دلوقتي احنا النهارده الناس اللي حضرت ال 20 لغايه الاخرانيين يستحقوا الشهاده رقم ليفل 2. ان شاء الله من المرمى اللي جاي ان شاء الله الليفل 3. عملنا الليفل 1 الناس اخذت شهادتها، الليفل 2 الناس تاخد شهادتها برضه. وزي ما قلنا برضه لو انت فاتك ملاحظات ولا حاجه، اي لقاءات ممكن يتعمل عليها ريبورت ويتبعت، وزي ما عملنا قبل كده برضه اعطى في 3-4 بعتوا واعطوا عارف شهادتهم طلعت ولا لا، انما كونفيرم يعني عملوها كويس قوي اول حاجه. في انتظاركم، هل في اي تساؤل، اي سؤال، اي حاجه؟
ها دي الساعة كام دلوقتي؟ ما تأخرناش النهاردة. ما اتأخرتش. ها لا، اللي ما حصلش على شهادة في الدور الأول وهو يستحقها، لا تبقى عندنا دي. شمس أحمد رجائي اللي ما خدش شهادة المستوى الأول ده، ده مهم جدا، ده لازم نصالحه. المهندس محمد حفني رجعوا لنا أرجوكوا، بليز بليز. إن شاء الله الجزء الثالث هيبتدي الأسبوع الجاي إن شاء الله، اللي هي الليفل 3. هي يعني مش جزء، هي ليفل. نخلي بالنا برضو ان في ناس بتعتقد ان انت يعني ايه البروجكت مانجر موضوعاته كتير. ما اقولش مثلا ده انا فاتني موضوع مثلا بتاع سوشيال بيرسبشن، هو ما فاتكش يعني، ادخل اسمعه. مش عايز تسمع، هات كتاب اورجانيزيشن بيهيفير واقرا فيه وشوف ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه. يعني مواضيع، هي موضوعات بتعمل تكامل ده لمدير المشروع او لمدير المؤسسه او الى اخره. فانما يعني مش معنى ان فاتك موضوع منهم ان انت يعني خلاص الدنيا باظت، لا لا طبعا، لا طبعا. في مواضيع كتير تانية برضه ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر ان احنا ايه نستمر ونعملها. طيب ها باشمهندسين، مفيش اي حد عنده سؤال، عنده سؤال ولا استفسار؟ طب حد عايز يقول اي ملاحظه؟ طب في حد في حاجه ما عجبتوش وعايز اي حد؟ مفيش اي سؤال ولا ملاحظه ولا اي طلب ولا اي حاجه نراعيها في الفتره اللي جايه؟ حضرات الافاضل، ها مش مهم. يعني اذا كان يعني ساده او سيدات او انسات او مهندسات او يعني مش مهم النوع يعني. ها فيش اي حد؟ ها شمس احمد كده خلاص، كده خلاص. طيب كده تمام يا دكتور. طيب بشكركم جميعا، ولقائنا ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله تعالى ان شاء الله غالبا يعني الاحد القادم اذا ايه احيانا الله، وإذا يعني ما فيش أي جديد أو أي حاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى. نبدأ بإذن الله تعالى برضو إيه ليفل 3 في البروجكت مانجمنت، واللي عمل معانا ال 40 لقاء دول بهمة وباهتمام مرشح تماما وبقوة وبشدة أن ياخد شهادة مدير مشروع دولي ونمر بالاختبار ويبقى زي الفل. وباذن الله برضه زي ما اتفقنا مع الباشمهندس مجاهد انه هيبتدي يعمل كشف للكي بي ايز بتاعت البروجكت مانجر من اللقاء الثاني اللي هي تحت ايه؟ تحت العنوان بتاع الاي بي ام ايه. شكرا جزيلا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشكركم جميعا، ونشكر بيم اريبيا والمهندس عمر سليم، ونشكر ابننا الباشمهندس احمد اللي تعبان معانا على طول، والبشمهندس محمود اللي هو ده جندي مجهول من اللي هم يعني الهيئه، وجميع طاقم العاملين والمنظمين في بيم اريبيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.